مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده معكم مع الناس. حلقه الليله فيها اكثر من فقره. في فقرتنا الاولى نشاهد ونتابع ونحلل واحد من الافلام المهمه التي اطلقتها او عدها المجلس القومي للمراه. هذا الفيلم يتامل او يقدم دراسه عميقه جدا في حال الاسره المصريه من خلال زاويه مهمة جدا لعلنا تحدثنا عنها كثيرا جدا في حلقات نقاشية عبر هذه النافذة، نافذة برنامج مع الناس. فيلم حمل عنوان أغلال في أوراق رسمية. الفيلم كما وضحت أطلقه المجلس القومي للمرأة في محاولة جادة لإنهاء أزمات ما بعد الانفصال. الفيلم يسلط الضوء على ما تعانيه المرأة المصرية من آلام ومواجع على أعتاب محاكم الأسرة في إشكاليات كثيرة ومعتدة ومتعددة، سواء فيما يتعلق بالأمور المرتبطة المادية أو حتى مسائل مرتبطة بالأولاد الصغار. عموما هنتأمل في هذا الفيلم، ومن خلاله أيضا هنقدم رؤية مواكبة لما يطرحه لحال الأسرة المصرية وحال المرأة المصرية ومعاناتها في مشاكل الانفصال وما بعد الانفصال. في الفقرة الثانية نتحدث عن بروتوكول تعاون بين البنك ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ وتمويل وإدارة برامج التدريب التوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وظيفة تك، هذا هو العنوان، بهدف تدريب الشباب في العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لدينا قراءة في سطور وأوراق المشروع في فقرة حوارية خاصة جدا في حلقة الليلة. نبدأ كالمعتاد بجولة الأخبار، ونبدأها باستعراض لأهم وآخر عناوين الأخبار. مدبول يتابع تطبيق منظومة التعليم الجديدة وموقف تسليم التابلت. شكري يؤكد موقف مصر الراسخ في الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية للبلاد العربية. الداخلية تعلن بدء التقديم لحج القرعة من غد الثلاثاء حتى السابع من مارس. الإسكان، وحدات الشباب ومحدود الدخل أهم تكليفات السيسي. وزير النقل، مصر تتقدم 42 مركزا في ترتيب جودة الطرق. 115 سفينة تعبر قناة السويس في 3 أيام. الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في نيجيريا. مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ووفدا من ممثلي الكنائس الأمريكية. الأرصاد، غدا طقس مائل للبرودة والقاهرة 18 درجة. أهلا بكم مجددا، ونبدأ معكم جولة الأخبار بشيء من التفصيل. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بالموافقة لوزير المالية دكتور محمد معيط على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. تضم العملات التذكارية عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد وعملة ذهبية فئة 5 جنيهات، كما تضم عملة فضية فئة 10 جنيهات وعملة فضية أخرى فئة 50 جنيها، وكذلك عملة فضية فئة 100 جنيه. وزارة الصحة والسكان ممثلة في أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أطلقت عيادات متخصصة لمحاربة التدخين ومساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين. واحدة من المشاكل التي يعاني منها قطاع كبير جدا في المجتمع وربما على امتداد العالم. نتمنى أن هذه المبادرة إن شاء الله توفق في الحد من انتشار التدخين ومساعدة من يرغب في الإقلاع عن التدخين. هذه المبادرة جاءت من الوزارة كما وضحنا حرصا على صحتهم ووقاية لهم من الإصابة بالأمراض الخطرة. نتحدث عن المدخنين. دكتور منى عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان قالت إن نسب التدخين ارتفعت بين الأطفال من سن 10 إلى 14 عاما وكذلك بين السيدات، وفي تزايد مستمر للأسف، وهو ما يعطي مؤشرات غاية في الخطورة، وهو وجود فئات جديدة تضاف إلى صفوف المدخنين المدمنين لمادة النيكوتين. دكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أعلن أن عدد المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وصل إلى حوالي 428,000 متقدم، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تمت بعد حصر العجز في 27 مديرية على مستوى الجمهورية.
الوزارة قررت إتاحة تحديث البيانات بالاستمارات الإلكترونية لمدة 48 ساعة على الموقع الرسمي للوزارة تبدأ من الغد بسبب وجود 152 ألف متقدم لم يسجل بريدهم الإلكتروني، موضحا أن آخر موعد لتقديم المستندات هو 21 من شهر فبراير الحالي. سجن النساء بالقناطر يستقبل 11 طفلا مودعين بإحدى دور الرعاية لزيارة أمهاتهم بالنازلات بالسجن. نتابع تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. في لمسة إنسانية تعكس معنى إعلاء قيمة حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، فقد وافق قطاع السجون على زيارة 11 طفلا مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نازلات سجن القناطر للنساء بهدف لم شمل الأسرة وطمأنة الأمهات على أولادهن، وهو ما جاء بالمردود الإيجابي على السجينات. من أخبار وزارة الداخلية أيضا، الوزارة أعلنت عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من الغد الثلاثاء. التقديم يستمر حتى يوم 7 مارس القادم بجميع مراكز وأقسام الشرطة أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. سيتم إجراء قرعة علنية لحجاج مديريات الأمن وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن عنه لاحقا. أيضا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع المهم في سياق التقرير التالي. كل عام وأنتم بخير. أهالينا الراغبين في التقدم لحج القرعة هذا العام، تبدأ مراكز وأقسام الشرطة في تلقي طلبات الراغبين في أداء حج القرعة اعتبارا من صباح الثلاثاء 19 من فبراير لعام 2019 وحتى 7 مارس المقبل. يتم تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا من خلال مراكز وأقسام الشرطة بجميع المحافظات دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني على بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية على الرقم 022-798-3000. يشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج أن يكون مضى 5 سنوات هجرية على آخر حج له. يرجى إثبات الحالة الصحية للمتقدم بصورة تفصيلية، وذلك ليتسنى توفير الرعاية المناسبة له خلال فترة الحج، علما بأنها لن تؤثر على فرص القبول. يحق لكل متقدم إدراج مرافق واحد فقط بشرط تقديم مستند صلة القرابة بحد أقصى الدرجة الرابعة. يشترط أن يكون عمر المتقدم من الرجال لا يقل عن 25 عاما في تاريخ 13 يونيو 2019، وألا يقل عمر السيدة المتقدمة عن 45 عاما، وإلا وجب عليها اصطحاب محرم لا يقل عمره عن 18 عاما في تاريخ 13 يونيو 2019، مع تحيات قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية. مديرة المرح، هذا التوصيف وهذا اللقب لعله أشعل مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة. دلوقتي هنشوف هذا التقرير عن أول مديرة مرح، سمعنا عنها طبعا في الفترة الأخيرة، وهي تقى محمد، مديرة مسؤولة عن توفير كل وسائل المرح والترفيه لموظفي الشركة التي تعمل بها. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. دكتور دالي يعني اقترح فكرة يعني مدير عام المرح ده او الهابنس اوفيسر، لانها اوريدي موجودة في دبي وفي السعودية، موجودة بشكل كبير يعني، فاقترح علينا الفكرة دي واحنا كنا فاكرين يعني بيهزر. فبس فالمهم يعني عمل مسابقة كده بينا احسن يعني بروجرام يتقدم وكده، فانا اللي خدت الفوت يعني كان في صالحي. ان شاء الله بعد كده في هيبقى في اوتنج مثلا خروجه كل 2 أو 3 أسابيع، وطبعا افطار في رمضان يوم هنفطر سوا، وعيد بقى اللي طبعا هيبقى متفرج عشان مش كله بيبقى موجود، هيبقى في خروجه ان شاء الله مثلا في راس السنه يبقى برده في خروجه وهكذا يعني.
بالنسبة لو في حد مثلا يعني عنده ظروف أو متضايق أو في حاجة مخليه مضغوط، فلو جه قال لي مثلا هيبقى في مثلا ليه تذكرتين سينما ليه وبقى الشخص اللي هو يختاره يعني معايا. أنا شايفة إن مؤمنة كمان إن العمل أو الأداء الوظيفي بيتأثر بالضغوط، او احنا عامه كبشر يعني الطالب مثلا ما بيذاكرش او ما بيبقاش لنفسه يذاكر طول ما مضغوط او كده. فانا مؤمنه جدا بالفكره دي ان لازم يبقى في ايه اللي هو الترويح عن النفس، يعني بخروجه بعزومه بره نبقى كلنا كده نحس ان احنا عيله واحده. بس فانا مؤمنه بالفكره عامه يعني وقت الجد جد وقت في وقت كده ان احنا ايه بن بن بنروح فيه بقى عن نفسنا وكده. اولا يعني بنحس ان احنا مش فكره بقى في بقى اللي هو انا رايح الشغل الصبح يا اللي هو بقى ما فيش بقى صحاب كويسين مثلا هناك، لا احنا كلنا عائله واحده. فبالنسبه لي يبقى المكان محبب، يعني انا رايحه مكان انا بتبسط فيه وبشتغل فيه، في تقدير من المدير بتاعي لشغلي بان انا برضو اصل الخروجات دي برضو لما بتتعمل منها ترويح عن النفس ومنها ان انا يعني بقدر ان انت بتشتغل وتعبان في شغلك ومضغوط خاصه في الشغلانه يعني بتاعتنا يعني. بس فطبعا دي بتخلي الموظف حاسس ان هو لا بيشتغل في مكان مقدر مجهوده. ان شاء الله يعني المبادره دي تتحقق وان كل مكان يعني كل شركه تبتدي بالموضوع ده. إلى دمياط نتابع من هناك لفتة إنسانية فريدة من نوعها. هذا الفيديو الذي نتابعه بعد قليل لعقد قران بلغة الإشارة. العروس لقنت والدها الذي يعاني من الصمم صيغته أمام المعازيم في محاولة منها لاكتمال فرحته بزفاف ابنته. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتك؟ العشاوي؟ صدق الشر انه هو شر. بنتي؟ مديرتي؟ ياسمين؟ محمد؟ محمود عبد الرازق؟ البكر؟ شاور؟ البالغ؟ الرشيد؟ على الصداق؟ المسمى بيننا؟ المقدم منه، المسمى بيننا، والمؤخر منها، المسمى بيننا، زواجا شرعيا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا قبلته زواجها لنفسي على ذلك وعاهد الله أن أعاملها معاملة الإسلام وأن أعاشرها بالمعروف وأن أتقن لها فيها ولا أظلم، والله على ما أقول شهيد ووكيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بارك الله لكما أكيد لفتة إنسانية رائعة من البنت جاه بيها أنه شاركها حتى هذه اللحظة بكل ما تعنيه الكلمة المعاني ويكون واعي لما يقال من كلمات أثناء عقد القران. لفتة إنسانية أخرى أيضا هنتعرف عليها من قنا، هذه المرة قصة سيدة سبعينية اسمها بخيتة أحمد من قرية أبو دياب في محافظة قنا. كل ما تمتلكه من الدنيا معاش ضمان اجتماعي وقطعة أرض مساحتها حوالي قراطين. هذه السيدة قررت أن تتبرع بهذه القطعة من الأرض وتكتفي بالمعاش الذي تحصل عليه. تبرعت بالأرض لبناء مستوصف يخدم أهل قريتها حبا في بلدها ورغبة في المشاركة في بنائها بأيدي أبنائها. اسمك ايه؟ بخيت أحمد الخير. منين؟ أبو دياب. اتبرعت بيه؟ من 30 ونص. علشان ايه؟
يبني يبني مستشفى للياء والاستشفى لأهل البلد. اسمي عبد الموجود عبد الحفيظ من قرية أبو دياب شرق، مسؤول التبرع بتاع الحاج بخيتة لجمعية شروق وتنمية المجتمع بأبو دياب غرب. تبرع بيهم الحاج بخيتة الأيام دي لإنشاء مجمع طبي ودار تحفيظ قرآن ووحدة غسيل كلوي واللهم صل على سيدنا محمد صيدلية، والدور العلوي إن شاء الله سوف يكون مقر لجمعية شروق. هو حاليا تحت الإنشاء وقايم بالتبرعات الذاتية، والمجمع تبرع به الحجة بخيتي حبا في الله، ثم في رئيس الجمهورية القائد العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة القائد عبد الفتاح السيسي. ختام جولتنا الإخبارية من مطروح، هنتابع هذا التقرير عن قصص نجاح المشروعات الصغيرة. واحدة من الملفات المهمة جدا التي بدأت الدولة توليها اهتماما كبيرا جدا بشكل أكثر فعالية على امتداد مصر، هذه المرة نتعرف على قصص النجاح من مطروح في مجال المشروعات الصغيرة وما قدمته من فرص عمل كثيرة جدا للشباب. بعد هذا التقرير نخرج إلى فاصل، وبعده أولى فقراتنا الحوارية في حلقة الليلة. ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. اسمي جرجس راجي توفيلس، عمري 35 سنة، مواليد محافظة مطروح. أنا بدأت قصة الرخام دي إن أنا كنت شغال صنايعي عادي زي أي حد، والحمد لله يعني جيت أخدت مكان صغير في مطروح واشتغلت فيه عادي حوالي سنة أو سنتين. حاولت أكبر، جات الجهاز التنمية المشروعات، أخدت قرض عشان أشتري المكان واشوف برضو ناس تشتغل معايا ويبقى قد القوه الاتجاه للبلد يعني. تمام، والحمد لله يعني كنت اصغر واحد وحاليا اكبر واحد بفضل الله. يعني الفكره كلها بدات ان انا كان معايا 10,000 جنيه اضعتهم في مشروع الحمد لله، يعني بالتجاره مش بالتصنيع. فال 10,000 جنيه دول وصلوا 15 و20 و25 بفضل الله. بس طبعا انا ما استكفتش بالقصه دي، فسمعت ان في جهاز تنميه المشروعات دعمنا بالقرض اللي هو 1,256,000 ده، وبعد كده طبعا وقفوا معايا في موضوع التراخيص. التراخيص هنا مش بسهوله، فالناس دعمتني برضه في المحافظه وفي مجلس المدينه وهنا وهنا الحمد لله، يعني الموافقه جت. فببساطه الناس كلها وقفت معايا صراحه، يعني سنه صغير حجم كبير ده لازم نشجعه. يعني صراحه كان عندي طموح ان يتعدى 50% من البدايه، بس حاليا دلوقتي نسبة 90%، فاضل 10% هو ده الحلم. الحلم اللي هو الشاسيه اللي ورا ده اللي بينشر بلوكات، هو ده الحلم. ده لو جه هنا هيوفر نقل كتير ويفتح مجال التصدير، بصراحة هيوفر علينا كتير كمان في المصاريف. احنا حاليا دلوقتي بنحاول نغطي السوق المحلي بأكبر مساحة في مصر كلها، مش في مطروح بس ولا اسكندرية ولا أي مكان، بل بالأخص كمان احنا عايزين نزود على تصدير على ليبيا وتونس الجزائر. ليه لا؟ المانع ان احنا نعمل ده كله على قد التعب اللي احنا تعبناه، نتمنى ان احنا نلاقيه. هي رسالتي للشباب ان اللي بيقول ما فيش شغل، انا واحد من الناس، صاحب مكان ومشغل ناس تحت ايدي، مشغل ناس عدد كبير مش صغير، ومعظمهم ناس متجوزه وناس فاتحه بيوت. فاللي يقول ما فيش شغل ده فما اعتقدش يعني يكون سليم. الشغل موجود في اي مكان. حلم ان انا اكمل المشروع ده واكبره. انا قدمت على قرض بقيمه 3 مليون ودلوقتي في محل الدراسه، نتمنى الرد بسرعه بس عشان يعني عشان عايز اكبر من كده كمان. ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. ما خلاص الوقت فات.
اسمها رقية حارس هربان بيها، حارس جميع المسؤولين، حد يقول لي اعمل ايه؟ وقعد يضرب فيا ويفجرني في الارض، حاجات كده مش كويسه. حرام حرام، البنت ضعيفة. في قانون يحميني فعلا وحاسة بالأمان، أنا هسيب له ابنه، مش هسيب له يوم واثنين وثلاثة، أنا هسيب له ابنه وقت ما هو عايز. في يوم من الأيام قال هاخد الولد، أخوه قال له هاخد الولد لباباي يفسحه، نتصل بالولد مفيش حد بيرد، ودي خلاص أحمد خلاص بابا خده ومش هيرجع تاني. كل شوية شتيمة، ضرب، خناق، على أتفه الأسباب، بخل، مفيش مصاريف، مفيش حد بيضرب ومفيش حد بيعمل الكلام دوت، هما اللي بيعملوا المشاكل أساساً، هما اللي بيبتدعوها. بنتي أم الطفلة بتموت، سنتين بحاول أنفذ قرار محامي العامل مزال بصيغة تنفيذية محصلش. أنا روحت القسم، الأمين اللي في القسم قال لي الدرج مليان أحكام، كم واحد منهم بيتنفس؟ احنا ليه نقعد كده؟ لازم يبقى في حاجة اسمها اختصار، يعني اختصار لمدة التقاضي دي كلها، شهرين بالكثير، والطفل يكون جاي له حقوقه. خلاص بقيت حامل، وكانش ينفع ان انا خلاص استمر مع البني ادم ده، لان انا كنت خايفة قوي 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 على الطفل اللي جاي. انا كنت حاسة ان ده هيجي في معتقل، مش هيجي في بيت عادي، مش هيجي في بيت سوي. خراب خراب، بنت تتحرم من شقتها، تتحرم من بنتها، مش حاسه بامان مع اقرب الناس ليها. بعد ما حصل الطلاق قابلتني مشاكل كتير، يعني قله المصاريف بتاعت الاولاد، هو طبعا اتجوز عليا قبل ما انا اتطلق، متجوز وعندي طفل عنده سنه، كل ده متراكم عليا، ولما يتراكم الا في الاخر هتعمل ايه؟ المحكمه تحكم بالحبس، وبعد الحبس ايه اللي هيحصل؟ العيال هياكلوا شاف هيشربوا مش هيشرب. قانون مع المراه عشان تبقى عارف، بدليل اللي هو ده كل حاجه، الراجل بيطلع من الجوازه اساسا خسران. انا كده خلصت 3 سنين وماشيه في الرابعه، ازاي اقعد 4 سنين بطالب بحق اولادي ما خدتش منه جنيه؟ طب افرض ما كانش عندي اهلي يربوهم ولا يصرفوا عليهم، العيال دي كانت اتصرفت عليهم ازاي لمده 4 سنين الا؟ كل القوانين موجوده دي حاليا ديت في صالح الزوجه. ايه اللي الزوج بيقدر يمتلكه في قوانين الاحوال الشخصيه؟ هو حق رؤيه بس. لما الرجاله بيقول لك ده في صالح الستات جدا، صالح الستات عشان ايه؟ بيطالبوا بنفقات عيالهم؟ اخذنا قرار حكم محامي عام، رحنا ننفذ 3 مرات، كانوا بيهربوا الولد وبيهرب هو كمان ومش موجودين في المكان. هنا بالذات في مصر الامهات المطلقات حقهم ضايع. انا ليا صديقه في فرنسا طليقها خد الولد ليه 7 ساعات كل يوم جمعه، قعد 9 ساعات اتحبس في نفس اليوم 9 ساعات. احنا هنا واخدة احكام من 7 سنين ونص ومن شهر ومن 3 اشهر ومن 5 اشهر وبيهرب، واللي بيساعدوه اللي هما بينفذوا لي، هما اللي بيساعدوه، يبقى انا هنفذ ازاي؟ هي الرؤية والله هي من حق الاب ان هو يشوف ولاده، بس بتهيألي ان هو لو شافهم في البيت بيبقى يعني بالنسبة للطفل حاجة كويسة، غير لما بيجي يشوفهم في مركز شباب، لان الاب مش محتاج ان هو يشوف ولاده في مركز شباب او في اسم او في الكلام ده كله. انما بالنسبه للطفل طبعا نفسيا ما بتبقاش كويسه بالنسبه للطفل. بالنسبه لنا احنا بنحاول نوفر للطفل، يعني مثلا النهارده ام جت قالت لي ابني سخن ومحتاجه له اوضه فيها هواء، احطه فين؟ فتحت لها الاوضه وقعدتها في اوضه بمروحه، بحيث ان هي جايه من الولد بالمستشفى علينا عشان تنفذ الرؤيه. فطبعا بالنسبه بيبقى عندنا شتاء، بيبقى عندنا حر، بيبقى عندنا حاجات كتير جدا، الولد بيجي في عز الشتاء تلاقي الطفل قاعد مستنى ابوه. عندي ابهات بتيجي للرؤيه في اخر 5 دقائق، تفضل مذنبه الام بالطفل لغايه 5 الا 5 وتيجي تمضي وتروح ماشيه. ممكن اب يجي الساعه 3 عنده شغل مثلا، يجي 3 الا 10 عنده شغل الساعه 3 يمضي ويروح ماشي. بس بالنسبه لي انا موقف محايد، ما اقدرش ان انا اتكلم معاه واقول له ليه ومش ليه. 200 جنيه كله اول عن اخر، الاكل والشرب وكله، يقول لك اصل فرش واصل انتوا ليكم كذا قضيه بترفعوها زي فرش وغطا، فرش وغطا حضرتك بترسى في الشهر على 10 جنيه. قضيه بترفع في الشهر على 10 جنيه وفي ناس ب 5 جنيه. قول لي انهي قضيه دي؟ انهي فرش وانهي غطا؟ ده انت لو هتجيب فرش وغطا لصرصار مش هيبقى ب 5 جنيه. انا يعني عشان اجيب الفلوس ديت انا هاثر على نفسي، انا مش هعرف امشي، مش هعرف اكل، مش هعرف البس، مش هعرف اعمل اي حاجه خالص. اطفال الشوارع دول كلهم جم منين؟ الارهاب اللي احنا بنعاني منه كل يوم وبيزيد عن بعض، عن كل يوم عن التاني، ده من ايه؟ ما هو من اطفال الشوارع اللي بتتشرد بسبب اب متعنف مش عايز يصرف وام غير قادره على الصرف. ليه بنفترض ان الام دايما هي اللي عندها المقدره على الصرف؟ اصل الاب ما عندوش، اصل الاب معسر. طب ما تبص ان الام كمان، بص ان الام كمان ممكن تكون معسره، ولا هي مفترض فيها انها على طول قادره؟ انا عايزه اصرخ بعلو الصوت، المطلقة بيبصوا لها على انها حاجة منجوزة لازم تقعد في بيتها ما تتحركش، ظروفها ظروف جامعتها مع اب غير سوي
وعدواني وما بيصرفش على بيته وتعرضت لمشاكل، تنفصل ولا تموت؟ ابص لحقه الاستضافه منين؟ منين وانت حرمتني منها كجده وكأم؟ طب ازاي انا اقبل ان هو ياخدها مني تاني؟ ايه اللي يضمنني ان انا ان هو لو خدها هيرجعها لي؟ هي دلوقتي في حضانتي وبحارب عشان اخدها ومش عارفه اخدها. لما انت عايز استضافه انت ما بصتش على بيتك ليه؟ انت عايز تاخد استضافه بامر محكمه ليه؟ ليه ما تخليش ابنك هو اللي يطلب منك الاستضافه؟ ما بحسش ان انا مبسوطه معاه، انا بحس بسعاده اكتر لما بكون قاعده مع ماما، بطمن اكتر، بحس بالامان اكتر. امنيه حياتي بجد والله العظيم، أمنية حياتي إن أنا أشوفه بعيني، أشوفه في حضني، أنا ربيته، كان بيكبر في بطن مامته قدامي. أنا ما طلبتكش بفلوس ولا بمؤخر ولا بأي حاجة، أنا كل طلبت بيه بنتي. إحنا ما بنطلبش حق نفسنا، إحنا حقوقنا كلها ضايعة. حسبي الله ونعم الوكيل، يمهل ولا يهمل، لا تظن إذا كنت مقتدرا فتظلم، تنام عينك وعين الله لا تنام، والمظلوم منتبه يده عليك بحسبي الله ونعم الوكيل. اهلا بكم من جديد. الاعلان تبعنا هذا التقرير والاعلان هذا التقرير ايضا اثار بداخلنا الكثير من النقاط وعلامات الاستفهام واثار كثيرا من الشجون فيما يتعلق بمن يتحمل تكلفه او تبعات كل هذه الازمات والمشاكل بين الرجل والمراه، الاطفال او الاولاد هم الذين يدفعون فاتوره كل هذه الخلافات. الاعلان كما تابعنا في سياق هذا التقرير وفي سياق حلقات ممتدة تحدثنا فيها فيما يتعلق بمشكلة الطلاق أو حتى فيما يتعلق بمسألة الارتباط بين الرجل والبنت أو الشاب والفتاة. عموما هذا الفيلم الذي تبعناه منذ قليل أو ما تبعناه في سياق الحديث عن المشاكل الموجودة في محاكم الأسرة لعلها ركزت بشكل أكثر على حال المرأة، الفيلم حمل عنوان أغلال في أوراق رسمية أعده المجلس القومي للمرأة، وكما تبعتم اجتهد أن يسلط الضوء على المشاكل التي تتعرض لها المرأة داخل محاكم الأسرة في تنظيم إجراءات الرؤية والأحكام التنفيذية المختلفة. رسالة أعتقد أنها كانت واضحة في الفيلم الذي تم بثه عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المرأة المصرية في التفرغ لتربية أبنائها ورفع المعاناة عنها مما تواجهه. نقترب أكثر مما عرض في الفيلم أو هذه المحاولة أيضا وبعض النقاط التي تحدثنا عنها سابقا، نعيد أو نجدد الحديث عنها لعلنا نلفت الأنظار لمن يهمه الأمر ولصانع القرار إلى ضرورة الالتفات لحال الأسرة المصرية وإنقاذ هذه الأجيال التي تعاني من الخلافات بين الرجل والمرأة. أدعوكم للترحيب بضيفي الكريمين، أبدأ بالأستاذة الصحفية الأستاذة هيام محي الدين الكاتبة في مجال حقوق المرأة. أهلا بك أستاذة هيام. أرحب أيضا ضيفنا الكريم الأستاذ علي صبري المحامي. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا حضرتك. الفيلم من حيث المبدأ وبعد كده نتكلم على محتوى، شايفين المحاولة دي إيه في سياق عرض بعض المشاكل اللي بتعاني منها الأسرة المصرية وتحديدا المرأة، المحاولة شايفها حضرتك إزاي؟ طبعا المحاولة صحيحة، ودي معاناة فعلا المرأة المصرية لسبب بسيط، إن القانون داخل على 100 سنة النهاردة، قانون عقيم، قانون الأحوال الشخصية. أيوة. في ثغرات كتيرة جدا 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 للأسف بيستغلها الزوج عشان يتحايل على القانون. منها نتكلم في أول حاجة مثلا بيت الطاعة، ساعات حضرتك الزوج علشان يعاقب طليقته مساله بيت الطاعه دي ما عادش ليها محل من الاعراب مع وجود الخلع، خلاص انتهت. بس حضرتك مش كل الناس، مش كل مراه هتقدر تخلع، لان في مراه بتبقى فقيره. لو خلعت زوجها طب هتعيش منين حضرتك؟ ما فيش عندها وسيله انها ممكن تخلع، خلاص هي كده اتسلبت عن كل حقوقها، فمش كل مراه هتلجا للخلع. طيب اجمالا وبعد كده ندخل في التفاصيل، حضرتك شايف ان القانون الحالي بوضعه الحالي متحامل على المرأة؟ أكيد طبعا. في صف الرجل؟ أنا مش في صف الرجل ومش في صف المرأة، أنا في صف الحق علشان لا مش حضرتك. أنا بتكلم على القانون. أنا مش في صف القانون ده خالص. القانون متحامل على الرجل لصالح المرأة ولا متحامل على المرأة لصالح الرجل؟ لا متحامل على المرأة لصالح الرجل. أيوه. استاذ علي طبعا احنا شرفنا بحضرتك قبل كده، ولعلنا تحدثنا ايضا عن مساله قانون الاحوال الشخصيه الجديد المرتقب والمنتظر. برضو قبل ما ندخل في التفاصيل حابب اسمع راي حضرتك فيما عرض، شايف هذا الجهد ازاي؟ هل هو كويس لمساله الضوء ولا
في بعض الامور الناقصه. طبعا هو بيسلط الضوء ولمس الواقع جدا، لان ده فعلا اللي بيحصل، خاصه ان معظم اللي كانوا موجودين في الفيديو هي حالات حقيقيه، مش بيبدوا بارائهم، هي حالات عايشه الواقع نفسه، عايشه الازمه في محكمه الاسره، عايشه مشكله النفقه، وعايشه مشكله اجر المسكن والتمكين والقضايا الطلاق ووسائل الاثبات فيها، فعايشه حالات كتير قوي، ففعلا الفيديو يعني لمس الواقع جدا. انا قلت وزاره التضامن الاجتماعي معذره، هي اللي اطلقت الفيلم، والمجلس القومي للمراه معذره للمعلومه دي. طيب فكره انه القانون في صالح مين؟ اصل الحقيقه تاهت في وسط ما تابعناه، يعني بتسمع اصوات من السيدات وكان القانون متحامل عليها وانه ظالمها، وفي نفس الوقت شفنا برضو اصوات لبعض الاباء بيقولوا انه القانون ظالمهم، مش في صفهم، في صف المراه. بص يا فندم، هو القانون المفروض ما بيتفصلش على مقاس حد عشان يبقى صالح في حد او ضد الطرف الثاني. القانون المفروض بينشئ حق، الحق في قانون الاحوال الشخصيه بنستمده من الشريعه الاسلاميه، فبنشوف الشريعه قالت ايه وبنطبق ده قانونا، تمام. المشكله اللي بتواجه الامهات هي مشكله مثلا في النفقه، تبقى مشكله اثبات الدخل، خاصه لو هو مش موظف حكومه، بتبقى مثلا مهنه حره، فبتبقى في صعوبه جدا في اثبات الدخل الزوج. طب لو افترضنا ان هي قدرت انها تثبت الدخل، هتقابل مشكله ثانيه في اطاله امد التقاضي، عمال لما يطلع لها حكم نهائي وتبدا تنفذ هتقعد لها مثلا من 6 شهور لسنه. طب عدت مرحله الست شهور وسنه، تبدا مرحله التنفيذ وصعوبه التنفيذ، ان احنا ما عندناش في مصر اليات جامده للتنفيذ، عندنا مشكله او في صعوبه في التنفيذ شويه. فده اللي بيبقى عامل لهم ازمه في موضوع النفقات بالذات دي. يعني الازمه يعني الاكبر ممكن نختزل مشاكل المراه في الوضع الحالي في مساله النفقه او الفلوس او الماده، في مساله التنفيذ الماده او الفلوس، الانفاق على الصغار، ده جزء من المشكله طبعا، مش هو المشكله الاكبر، لان خلي بالك بعد الطلاق حضرتك الست ملهاش حقوق، الست خلاص انتهت النفقه بتاعتها وقفت، احنا بنتكلم بقى في حقوق الطفل من مأكل. لا ليها نفقه اذا طلقت، ليها نفقه، ليها نفقه بتاخدها مره واحده، ليها نفقه عده ومطعم واخر صيد، بتاخدها مبلغ مره واحده وخلاص وبتقف انها كده نفقتها. النفقه بعد كده بتبقى للطفل. لا تقصد لها شهريه او دوريه يعني؟ لا انها ملهاش نفقه شهريه بعد ال، تقصد للطفل هي نفقه المستمره. اه بالظبط، بجانب بقى نفقة العلاجية ونفقة المدارس، ودي برضو بتمثل مشكلة تانية، لأن القانون دلوقتي بيلزم الأم إنها تروح تدفع مصاريف المدارس كل سنة، بعد كده تحصل، وبعد كده تبدأ تحصلها. طب لو ما قدرتش تثبت دخل الزوج فمش هتقدر تحصل الفلوس، فده بالتالي أكيد هيأثر على مستقبل الطفل التعليمي. فدي مشكلة لازم القانون الجديد يوجد لها حل، ولغاية دلوقتي مفيش مشكلة، مفيش حل للموضوع ده. طيب مرة تانية قبل ما نروح للأستاذة هيام، أنت حضرتك شايف إن مشاكل المرأة بتختزل او ممكن نلخصها في فكره الدعم المادي اللي بياتي من الاب او الانفاق على الصغار، تمام كده؟ تمام. ده اهم الحاجات اللي بتعاني منها المراه. تمام. بالنسبه للزوج او الاب او الرجل، الرجل برضو احنا ممكن نقول ان هو ممكن يكون مظلوم في موضوع الرؤيه، لان 3 ساعات في الاسبوع اكيد مش كفايه، الاماكن الرؤيه برضو ما لا تليق باب يقعد مع ابنه. تمام. بس احنا عايزين نقول برضو ان ايه اللي يوصل الموضوع لكده من الاول؟ ليه تجبر ان ابنك ياخد النفقه بتاعته بالمحكمه وانت تشوف ابنك بالمحكمه؟ ليه ما بقاش في حوار بينك وبين طليقتك والموضوع يخلص بشكل محترم والعلاقه تمشي طبيعيه؟ تمام. بس حتى مساله الرؤيه برضو، هل بتساعد الاب ان هو يربي ولاده حتى لو تمت الرؤيه؟ لا طبعا، هنقول ده طبعا في مشكله، يعني يا ريت قانون الرؤيه يتعدل بس بما يتماشي مع الوضع الموجود عندنا. عظيم. مع قدرة التنفيذ في الأحكام وقدرة الأم على أنها تستوعب ده، وما ينفعش نقول إن احنا هناخد الطفل منها بالجبر. عظيم. كده طرفين أستاذة هيام عندهم مشاكلهم أو عندهم النقاط المؤلمة بالنسبة لهم. أكيد. الأب مش قادر يربي ولاده أو يساهم في تربية ولاده، والأم بتعاني من فكرة أن الأب ما بينفقش على ولاده كما ينبغي، أو على الأقل يوفر لهم الحياة الكريمة يعني. تمام. فكده اعتقد القانون ما انحازش الطرف على طرف. لا، هو حضرتك هو ما انحاز الطرف عن طرف، بس انا بقول لحضرتك القانون فيه ثغرات كتيره جدا وفيه تحايل كتيره جدا، يعني الزوج علشان يعاقب طليقته هو ما بيعاقبش طليقته، هو بيعاقب ولاده هم دول اللي يعني تعبوا نفسيا وبيبقوا مشوهين. وفي مجتمعنا احنا بنقول ايه اللي حصل للاجيال الجديده؟ ما هو من ده، عشان احنا هنفكر هنلاقي اكيد الطفل ده هو يعني شاف مع امه وابوه اهانه وضرب، وما بيعرفش يشوف ابوه لما، وفي حضرتك حالات كتيره جدا وانا شفتها في الرؤيه، بيبقى الاب قاعد مع ابنه وبنته بيقول حاجات مش تمام مش كويسه على حق الام والدته. في ناس كتيره جدا اشتكتني من هذا الوضع، والعكس حضرتك صحيح.
طب حضرتك بس ده القانون القانون هيظبطها ازاي؟ مش القانون هيظبطها، انا بقول لحضرتك النفسيه بقى بتاعت الطفل النهارده. طيب ده مش هيطلع طفل غير سوي، هيخرج المجتمع شكله ايه؟ فاحنا عايزين القانون الجديد يحط يعني اعتبارات الطفل اهم حاجه. خلاص هو الزوج والزوجه انفصلوا وحياتهم انتهت على كده. طيب الاطفال دي هي اللي تهمنا دلوقتي، احنا دلوقتي عايزين القانون ده يبص على الاطفال عشان يخرجوا شباب اسوياء. لان الطفل لما بيشوف ده في حياته في مقتبل حياته، طب حضرتك تعتقد هيطلع ازاي؟ في حقد للمجتمع. فعايزين يا ريت القانون يبص على يعني على ابنائنا. انت حضرتك كده بتراهني على قانون الاحوال الشخصيه الجديد، تمام، او ما يسمى بقانون رؤيه، ربما ده اسمه الجديد يا استاذ علي، قانون الاستضافه او قانون الاستضافه. الاستضافه ده حاجه غير لا الرؤيه. لا دي الرؤيه، الاستضافه حضرتك غير الرؤيه. الاستضافه دي حاجه ثانيه. لا انا قصدي قانون الاحوال الشخصيه الجديد. أيوة. قانون الاحوال الشخصيه الجديد المقدم ده ليه ربما اكتر من اسم اعلاميا حتى على الاقل بين الناس، اسمه قانون الاستضافه. بالظبط، هو عشان بينشئ حق الاستضافه. طب وده طبعا حاجه هاجي لك حالا. اتفضل. ده القانون اللي متقدم دلوقتي، معظم القوانين اللي متقدمه دلوقتي معموله مخصوص عشان موضوع الاستضافه وتخفيض سن الحضانه، ودي المشكله اللي عامله يعني ازمه كبيره للامهات في مصر. موضوع الاستضافه ان هو هيتاخد منها غصب عنها، موضوع سن الحضانه ان هي الحضانه تسقط من عنها بعد 7 سنين. بس هو لعله كان واضح في حديث كثير من الامهات ان هم ما عندهمش مانع ان الاب يستضيف ابنه ويشوف ابنه، هم محتاجين ضمانات في حال تمام لعدم يعني خطف الطفل. لعدم خطف الطفل او الاستحواذ عليه او عدم رده الى والدته. اعتقد ان ده لسان حال كثير من الامهات، مش كل الامهات يعني. هي فعلا دي المشكله. بس المشكله ان احنا بنيجي نقول عايزين ضمان، بنلاقي القانون قال ان احنا هنحط مثلا حبس 6 شهور على الاب لو خد الطفل وما رجعوش تاني. طب هو ايه اللي يضمن اصلا تنفيذ الحكم؟ ما هم اصلا دلوقتي معاهم احكام. كان في واحده موجوده بتقول لك انا معايا بقى لي كام سنه قرار محامي عام بتسليم الصغير ومش عارف انفذه. فاحنا قبل ما نعدل قانون الاحوال الشخصيه لازم نعدل منظومه تنفيذ الاحكام، منظومه التامينات والضرائب، عشان نقدر نوصل لدخل كل واحد وتطلع نفقه عادله، وكل واحده تبقى عارفه انها هتاخد حكم هتقدر تنفذه. ساعتها كل واحده تبقى مطمنه انها تدي الطفل لابوه ان هو هيرجع تاني، وانه مجرد ما بتاخد حكم هيرجع الطفل تاني. برضو كانت في حد في التقرير اللي كان طلع او الفيديو اللي كان طلع قالت ان كان عندها حد في فرنسا ان خد الطفل 2 ساعة زيادة في نفس اليوم الطفل رجع. احنا عندنا حالات هنا بتقعد ب5 سنين و6 سنين ما شافوش غيرها. امهات تاخد منها الاطفال وفي استضافه وديه. تمام؟ استضافه وديه، خد الطفل وما رجعوش تاني. وهي بقى لها سنين طويله مش عارفه تنفذ. فمنين يامنوا على عيالهم ان هم هيرجعوا تاني لو تنفذ الاستضافه؟ خاصه ان هي تبقى استضافه جبريه. يعني الطفل هيتاخد بمحضر محكمه او بامين شرطه ياخد الطفل غصب عن الام غصب عن الحاضر. الشكل ده برضو اكيد هيكون مؤذي لنفسيه الطفل. طبعا، ما احنا ده اللي احنا بنقول فيه ان هو لا في صالح الطفل ولا في صالح الام ولا في صالح الاب. طب والقانون ملتفت للمساله دي؟ ما هو عشان كده احنا بنوجه النقد للقانون المقترح دلوقتي. ان احنا انت عايز تعمل ده في وقت ما ينفعش يتنفذ فيه ده. انت عندك حاجات اولويات لازم لما تبني لازم يبقى عندك اساس سليم. الاساس السليم ده ان هو تضمن تنفيذ الاحكام. في حاله ان احنا بنضمن في جمله جت صادمه على لسان اعتقد انها محاميه اللي كانت موجوده معنا في التقرير، بتقول انه حتى اللي بيساعد على عدم تنفيذ الاحكام المعنيين بتنفيذ الاحكام. بص انا ما اعرفش الجمله دي طبعا غلط نقرها على عمومها يعني. طبعا لا طبعا طبعا ما فيش حاجه في العموم كده، اكيد كل ما كان فيه الكويس وفيه الوحش، بس احنا بنتكلم في اليات التنفيذ نفسه. يعني حتى لو مثلا اللي بينزل ينفذ الحكم ده ما عندوش قدره غير ان هو يروح المكان اللي اشتكى قال له هو ساكن فيه يروح يدور عليه فيه. طب ما لقاهوش ما قدموش حل تاني. لكن لو احنا عندنا مثلا قانون ان اللي بيتاخد عليه حكم ده مثلا تعاملته في البنوك تقف، تعاملته مع السجل المدني تقف، تعاملته في اي جهه حكوميه تقف، بره مثلا ساعات بيوقفوا الخط التليفون نفسه، ساعتها هيبقى في وسيله اسهل في تنفيذ الاحكام من الوسيله الموجوده دلوقتي. تمام. انت حضرتك اطلعت على مشروع القانون ده يا استاذه او تابعتي بعضها؟ تابعت بعضها. راضي عنها؟ والله لحد ما بس حضرتك استاذ علي القانون لازم يكون له مراحل. اولا لازم يطلع عليه الازهر، المجلس القومي للمراه، المجتمعات المدنيه، لازم اطباء نفسيين متخصصين يبصوا بره على القانون. علشان انا قلت لحضرتك اللي يهمنا الطفل. هل القانون ده هيحمي الطفل من ده، هتبقى حالته النفسيه احسن من القانون اللي فات ولا لا؟ انا برضو اطلعت على القانون، وفي حاجه القانون بيطالب ان تبقى استضافه مش رؤيه، بمعنى ان الاب ياخد البنت او الولد عنده يوم، وفي الاجازه تبقى يوم كامل في الاسبوع. بس بشرط يكون قادر انه يصرف عليه في اليوم ده.
وتكون في الاجازه مناصفه بين الاب والام. قادر يصرف عليه في اليوم ده بس ولا قادر الانفاق عليه؟ يصرف عليه عموما وفي اليوم ده يعني معلش هو مش هيروح بقى يقعد من غير ما الاب برضه يصرف عليه لان في ناس ما مستحيل يعني ابنه هيكون معاه مش هياكله مثلا في اليوم ده. والله هقول لحضرتك على حاجه انا في ناس امال الناس بتتهرب ليه من دفع النفقه؟ وساعات يتهرب من اليوم ده فلازم يكون قادر ماديا علشان هيبقى مش يوم بس حضرتك انا بقول لحضرتك هيبقى كمان الاجازه طالبين شهر اه في اخر يعني هيبقى في فتره كبيره انا مش بتكلم على يوم بس انا بتكلم ان هتبقى في الاجازات يوم اسبوعيا أيوة. وشهر في اجازه اخر السنه اجازه اخر في السنه نص واجازه نص سنه اجازه نص سنه فيها اسبوع طب ما دي مش فتره كافيه اعتقد انها فتره كافيه على الاقل ان هو الاب يتواصل مع ابنه يعني يتوجد ما بينهم شكل مشكل ويبقى في انفاق يكون قادر يقينا انا يعني ما اعرفش مساله الانفاق ده عندك تعقيب عليها حضرتك المشاكل كلها اللي بتحصل دي ليه عشان ايه ما علشان الماديات يعني هو هيستضيف ابنه مثلا شهر ومش هينفق عليه ممكن بتحصل ما بيكونش قادر ينفق عليه حضرتك ما هو مش قادر دي حاجه تانية مش قادر ينفق عليه يعني مش قادر دي حاجه تانية لكن قادر هيبقى في دراسه هل الاب يقدر ينفق على ابنه او بنته ولا يبقى قاعدين معاهم طب لو افترضنا فرض جدلي ان هو مش قادر هل هنحرمه من حق ان هو يشوف ابنه يعني برضه هو عايز يشوف ابنه اكيد طبعا بيبقى بقى يعني بالتراضي مع الام مع الاب يبقى في اكيد حلول ما اعتقدش انه البيت طالما يعني هدم بالشكل ده هيكون في شكل اشكال التراضي يعني الا اذا كانوا الاثنين على مستوى يعني مستوى عقلي عالي جدا يعني عندك تعقيب على مساله الانفاق اثناء الاستضافه لا هو ده شيء طبعا طبيعي يعني ان اب هيستضيف ابنه اكيد مش اكيد هيجوعه يعني بالظبط يعني اكيد هيصرف عليه وكل حاجه بس هي الفكره مش في الانفاق في الاسبوع ده او كده وحتى هو لو مش لو افترضنا ان الاستضافه اتطبقت يعني وهو ما عندوش القدره على الانفاق القاضي مش هيحكم له بالاستضافه طب البديل ايه ان هو يشوف ابنه ده في حاله ايه ان هو مش قادر ينفق عليه يشوفه بالرؤيه هو مش قادر يعني هو هياخده معاه شهر مش هيبقى في رؤيه احنا دلوقتي الاستضافه لا لا هتلغي الرؤيه أيوة لا لا مش هتلغي الرؤيه في حاله في حالات معينه هيبقى فيها استضافه لو في مثلا افترضنا ان الاب ده مدمن تمام لا مستحيل طبعا مش هيتحكم له بالاستضافه ساعتها بقى يتحكم له بالرؤيه ده بالنسبه للقانون المقترح اللي بيقول كده اللي احنا برضو رافضينه لكن احنا بنوضح الحاله اللي هو بيقولوها يعني حضرتك ده شرط في القانون انا بقول لحضرتك الكلام اللي انا اطلعت عليه ده مش كلامي والله انا مش محاميه انا عايزه اقول لحضرتك ان القانون الجديد استاذ علي يمكن مندمج اكتر القانون في الجديد القانون الجديد عارف تفاصيله اكتر بيدي شرط باليوم الاستضافه او الاجازه مناصفه يكون قادر على الانفاق يكون قادر على الانفاق ده شرط طيب هستاذن حضراتكم في الخروج لفاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل واستكمال هذا الحديث الممتد حول حال الاسره المصريه ومحاكم الاسره الى اي مدى يجب أن تكون متفاعلة بشكل أكثر مما هي عليه الآن مع قضايا الأسرة بعد قليل نعود إليكم أهلا بكم مجددا الحديث حتى أثناء الفاصل ممتد في تأملنا في حال الأسرة المصرية لعلي سألت ضيوفي أنه عند الاستماع لحال المرأة تشعر أن المرأة مظلومة تستمع إلى الرجل تشعر أن الرجل مظلوم فيصعب يا أستاذ علي وأستاذتنا الكريمة أنه يعني نحسم مين المظلوم أو مين الطرف الضحية كل واحد عنده هموم وعنده مشاكله لكن مش عارفين ننتصر لمين أو يعني مين اللي بحاجة إلى دعم على حساب الطرف الآخر أو إحداث توازن لكن الشيء الواقع أو الحقيقي أنه اللي بيتألم أو اللي بيدفع فاتورة كل هذه المشاكل كما أوضحت في بداية حديثنا هم الأولاد فكان مجرد فكرة أنه في حالة حدوث الانفصال هل من الممكن أنه يبقى الأطفال كما هم في نفس بيت الزوجية في نفس مدارسهم في نفس حياتهم اللي هم عايشينها إذا كانوا في نادي معين بيلعبوا لعبة معينة مع أصحابهم مع أصدقائهم في نفس الحياة كما هي لكن الفكرة بتكتمل يعني مش قادر أتصور مين بقى اللي هيرعاهم هل الأب ولا الأم في, 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 في نفس البيت اللي هم تربوا وعاشوا فيه مش عارف أنا هقول لحضرتك على نقطة اللي الأب بيبقى مظلوم في موضوع الترتيب ترتيب؟ الترتيب بمعنى إيه؟ إن الأم ساعات بتبقى مثلا مريضة مش قادرة تقوم بمطالب أولادها فيتنقل الترتيب لأم تقصد الحضانة الحضانة للجدة اللي هي أم بمين الأم الأم أم الأم لو مفيش إمكانية برضو متوفية أو مريضة بيتنقل لمين
لأم الأب. وبعد كده بيتنقل بيبقى الأب رقم 16، فده ظلم للأب. لا أنا قصدي قبل مسألة نقل الحضانة. تمام. يعني انسى حضرتك خالص الوضع الحالي، هي مجرد فكرة بطرحها مع حضرتك مع الأستاذ علي. تمام. إنه وقع الانفصال حفاظا على الصغار، إنه القانون يلزم إن الأطفال يستمروا كما هما في نفس مكان الزوجية، نفس بيت الزوجية، نفس مدارسهم اللي هما فيها، نفس الأندية اللي بيروحوها وبيلعبوا أو يمارسوا حياتهم بشكل كامل كما هو. يعني بيلزم الأب والأم إنه حياتهم تستمر كما هي في نفس البيت. لكن تبقى المشكلة مين بقى هيكون مسؤول عن رعايتهم؟ ده ربما السؤال ده أنا بطرحه على حضراتكم. هل يتم انتداب طرف ثالث من العيلتين يكون مسؤول مثلا عن رعاية الأولاد في نفس بيت الزوجية، يعني ينسحب الأب والأم؟ لا هي بص حضرتك، هي في حالة الانفصال الحضانة للأم هي كلفت شرعا وقانونا برعاية الأطفال. طب خلاص تبقى في بيت الزوجية؟ ما هو ده موجود، ده موجود ان هي ممكن تعمل تمكين على مسكن الزوجية او مسكن الحضانة وتقيم بالأطفال في البيت مع إلزام الأب ان العيال يفضلوا في نفس مدارسهم. لا ما فيش إلزام على الأب بالعيال يفضلوا في نفس مدارسهم. ليه؟ اقول لحضرتك القانون قال ان الولاية التعليمية للحاضن ان هي من حقها تدخلهم المدرسة الأقرب ليها الأسهل ليها مع ما احنا بنناقش ما ينبغي ان يكون يا استاذ علي. تمام. بمعنى ايه؟ انه احنا دلوقتي بنحاول نحافظ على حياه الاولاد تكون مستقره، هم في مدارسهم زي ما بقول ان هم ممكن يكونوا في بعض الانديه بيمارسوا بعض الالعاب، حياتهم لازم تمشي طبيعيه. انفصل الاب والام، خلي بال حضرتك زي ما حضرتك قلت انه الام اصبح من حقها انها تبقى كما هي في الشقه او المكان الزوجيه. ايه الداعي ان احنا نغير حياه الاولاد، ننقلهم من مدرسه لمدرسه او نغير مصيرهم؟ يعني الظروف بقى اللي بتقتضي ذلك ان احنا عندنا حالات كتير، ما ممكن يكون مسكن الزوجيه ومسكن الحضانه ده مؤجر، وبالتالي الاب مثلا ما دفعش الايجار، فبالتالي من حق صاحب الشقه ان هو يطردهم وياخد الشقه فغصب عنه. هنا المحكمه ما تلزمش الاب ان هو يبقي على الشقه؟ لا ما تلزموش ان هو يبقى على الشقه، تلزمه باجر مسكن. واجر مسكن نرجع لقضيه النفقه تاني، ان هي هتحدد على اساس دخله. يعني ممكن تكون مثلا كان مقيم مع زوجته واولاده في شقه في مصر الجديده برقم محترم، وهي خرجت من الشقه وبعد كده جت طلبت منه اجر مسكن فما قدرتش تثبت الدخل بتاعه، فيطلع اجر مسكن مبلغ زهيد جدا ما يجيبش شقه في نفس المكان. تمام. فهنرجع برضو لنفس مشكله النفقه. كذلك المدارس ممكن يكون هو مقدم لهم بنفسه في مدرسه مثلا انترناشونال، يجي بعد الطلاق او بعد حدوث الخلافات يبدا ما يدفعش المصاريف الدراسيه. طب ترجع ما تقدرش تثبت دخله. هنا المحكمه يعني ما بتنظرش في حالهم، انه يعني ايه اللي بدل حال الاب؟ ما انت كنت لسه بتدفع من السنه اللي فاتت بتدفع لهم في المدرسه دي مبلغ وقدره، ايه اللي جديد؟ اقول لحضرتك برضو الوضع ساعات بيبقوا معذورين. ليه؟ لان هو مقيد بالدليل المقدم قدامه، بالمستندات المقدمه قدامه، والام عليها عبء الاثبات، فبالتالي هي ممكن ما تقدرش تعمل ده، خاصه لو هو مثلا بيشغل عنده شركه، عنده مهنه حره، عنده حاجه مش مظبوط الدخل بتاعه الشهري كام. فبالتالي القاضي برضو بيتخوف ان هو يظلم ده او يظلم ده، فبيحاول يوازن الامور. عشان كده احنا بنقول يعني تعديل منظومه التامينات والضرائب هي هتبقى هتحل مشكله كبيره جدا في موضوع النفقات، وهتقدر تثبت دخل كل واحد، ساعتها كل واحد هيقدر ياخد حقه. تمام. طيب هدعوكم دلوقتي لمتابعه التقرير عن العلاقه بين الرجل والمراه بعد الانفصال. يعني كنا نتمنى انه العلاقه تبقى محترمه او يكون في شكل من اشكال العقلانيه، ولعل ديننا الحنيف نفسه بيحثنا على كده انه تبقى هناك اسس من الموده والرحمه، لكن للاسف في كثير من الحالات ده ما بتحققش، ومره ثانيه وثالثه وعشره اللي بيدفع الثمن الاولاد. نشوف تقرير بيعرض جانب من العلاقه بين الرجل والمراه بعد الانفصال. في قانون يحميني فعلا وحاسه بالامان، انا هسيب له ابنه، مش هسيب له يوم واثنين وثلاثه، انا هسيب له ابنه وقت ما هو عايز. في يوم من الايام قال هاخد الولد اخوه، قال له هاخد الولد لباباي يفسحه، نتصل بالولد مفيش حد بيرد، اودي خلاص احمد خلاص بابا خده ومش هيرجع تاني. سنتين بحاول انفذ قرار محامي العامل مزال بصيغه تنفيذيه ما حصلش. انا رحت القسم الامين اللي في القسم قال لي الدرج مليان احكام، كم واحد منهم بيتنفس؟ احنا ليه نقعد كده؟ لازم يبقى في حاجه اسمها اختصار، يعني اختصار لمده التقاضي دي كلها شهرين بالكثير، والطفل يكون جاي له حقوقه. النفقه، احتجاز الاطفال من الطرف غير الحاضن، ضم الصغير، الرؤيه،
كلها قضايا تجد المرأة صعوبة في طول إجراءاتها وتنفيذها، كما عرضها المجلس القومي للمرأة في فيلمه القصير الذي يجسد معاناة المرأة المصرية في محاكم الأسرة. إن الأم يفرض عليها سن معين إن هي تحتضن بيها الطفل ده شيء بيبقى صعب شوية، يعني المفروض إن الأم دي تكون فترة الحضانة بتاعتها مفتوحة لحد ما الطفل نفسه هو اللي يبتدي إن هو يتحرك ويخرج عن الاحتواء بتاعها ويخرج عند الطرف الثاني. الراجل مظلوم حضرتك، المفروض إن عشان يشوف ابنه بتطلع روحه لازم يروح النادي ورؤية، وهي ما تجيش وما تجيبش العيال، فحضرتك لازم تحدد المواقف دي كلها، لان كل القانون دلوقتي في صالح المرأة. احنا ما بنقولش لا، بس المفروض برضو الراجل ده ابنه، فلازم حضرتك يبقى ليه برضو رؤية وتربية في نفس الوقت مع الام حتى لو من بعيد. حتى مد المدة بتاعت الحضانة كويس فيها، حتة بقى المصاريف او الكلام ده كله هو واقف شوية الى جنب الراجل، لان مهما نحدد مبلغ الوقت اللي احنا فيه مصاريفه اكتر. النفقه لازم تكون حسب العصر دلوقتي، يعني دلوقتي ال 1000 جنيه ما يعملوش حاجه لطفل، 2000 جنيه ما يعملوش حاجه لطفل، 3000 جنيه يا دوب. يعني بنت تتحرم من شقتها، تتحرم من بنتها، مش حاسه بامان مع اقرب الناس ليها. بعد ما حصل الطلاق قابلتني مشاكل كتير، يعني قله المصاريف بتاعت الاولاد. متجوز وعندي طفل عنده سنه، كل ده متراكم عليا، ولما يتراكم الا في الاخر هتعمل ايه؟ المحكمه تحكم بالحبس، وبعد الحبس ايه اللي هيحصل؟ العيال هياكلوا مش هياكلوا، هيشربوا مش هيشربوا. انا كده خلصت 3 سنين وماشيه في الرابعه، ازاي اقعد 4 سنين بطالب بحق اولادي ما خدتش منه جنيه؟ المشاكل المتواجده في ذلك القانون من حيث التنفيذ، في بعض الامور اللي هي بتطول اجراءات التقاضي، الحالات بتختلف، يعني لو الزوج يعمل خارج البلاد الحاله هنا هتختلف خالص من حيث الوقت لو كان جوه البلاد. فلو كان خارج البلاد احنا بنضطر نتحرى عن دخله قد ايه عشان نقدر نوصل تتحدد للزوجه والاولاد نفقه كام، فبياخد اجراءات طويله. هناك طريق اخر بقى بعض الزملاء ما بيشتغلوش بيه، ان هي ممكن تحيل الموضوع امام المحكمه للتحقيق، والزوجه طبعا هي اللي بيبقى عليها عبء الاثبات، فبتجيب شهود عشان تحقق دخله قد ايه. من ضمن المشاكل بقى اللي في القانون نفسه او من القائمين على تنفيذ ذلك القانون، ان حكم الحبس الشهر اللي بياخده الزوج في حاله عدم سداد النفقات مش ما بيدركش على كمبيوتر الامن العام، يعني يجوز ان هو يهرب يتحرك من مكان لمكان، فلازم الزوجه اللي تفضل واخده حكم الحبس تتبعه في المكان اللي هو فيه ده لو عرفت توصل له. شايف القانون كان المفروض يتعدل فيما يخص الاجراءات الخاصه بعرض الصلح، لان احنا بنبتدي اي دعوه قبل عشان اي دعوه تقبل بيبقى فيه في الاول مكتب لتسويه المنازعات، ده مظبوط في بعض الدعاوى ولكن زي الخلع ان الحكم اللي بيصدر منها نهائي، لكن في بعض القضايا الاخرى اللي هي بتبقى زي الاجور، خلاص الاثنين اتطلقوا، خلاص الاثنين انتهت العلاقه بينهم، انت بتعرض الصلح على ايه؟ في ان هو انت ما هو واضح من نيه الزوجين ان هو مفيش صلح بينهم، رغم كده المحكمه بعد التسويه بتلجا برضه لعرض الصلح، ده بيكلف جلستين واجراءات بتروح بيه المحكمه باعلان بعرض صلح تنفيذا لقرار المحكمه. ده انا شايف ان هو بعض اختصار في بعض، يفضل الاختصار في بعض الايه؟ الاجراءات. الحق الحضانه وليكن مع الام، فانا اخذت الطفل ومن باب العند ان انا حرمته من امه، الماده 292 من قانون العقوبات بتعاقب كل من احتجز طفل ليس له الحق فيه، حبس مده اقصاها سنه. هو الموضوع ده مش هيتحل بقانون على فكره، يعني ان اب ياخد طفل لانه ابنه ويهرب بيه ما بيتحلش بقانون، ده بيتحل شايفه بتوعية. على الرغم من محاولات ضبط القانون بما يتفق ومصلحة الصغير أولاً، إلا أن الفيلم قد جاء مناشدة لإيجاد حلول حقيقية ترفع المعاناة عن كاهل المرأة لتتمكن من الاعتناء بأبنائها. أهلا بكم مجددا، أعود إليك أستاذة هيام مرة تانية. حتى بعد التقرير ده أنا حاسس إن إحنا بندور في حلقة مفرغة حقيقي، مش عارف امسك طرف خيط ممكن البناء عليه. حتى الفكره اللي طرحناها، فكره ان الاولاد يبقوا في مكان البيت، نفس البيت مكان الزوجيه، برضو ليها اشكاليات وتعقيدات، برضو مش هتضمن الحياه المثلى او الجيده بالنسبه للاولاد. فبرضو تعقيب حضرتك على ما عرض في التقرير لو حابه تاكد على شيء فيه. هو في، والله هقول حضرتك على حاجه، المستشار بشير كان بيتكلم دلوقتي على موضوع الاستضافه، بيبقى الام خايفه تسيب ابنها او بنتها لا يتاخد منها والاب ياخده ويهرب. ممكن يكون في حل للنقطه دي، يكون في شرطه متخصصه
هو لعل برضو ضيفنا الكريم في التقرير قال انه المشكله مش هتتحل بالقانون، يعني القانون برضو مش هيحلها. لا بس بمعنى انه يعني هو حتى قال الماده 292 في قانون العقوبات بتقضي بحبس لمده سنه لمن يحتجز طفل بغير حق، يعني حتى قبل قانون الاسره اعتقد او قانون الاحوال الشخصيه برضو في الماده دي بتجرم مساله احتجاز الطفل. هي بتجرم عدم تنفيذ حكم تسليم الصغير. تمام. لكن يعني لازم الاول ترفع دعوه تسليم صغير. انا هوضحها بس هوضحها قانونيا. لازم ترفع الاول دعوه تسليم صغير، واما ما ينفذ الحكم بتاع محكمه الاسره ترفع جنحه عدم تسليم صغير. وفي الغالب المحكمه بتقضي بغرامه 500 جنيه مش حبس سنه. هو القانون نص على الحبس فعلا، يعني ما حبس او الغرامه. فاحكام كتير بتطلع بغرامه. بس حضرتك الكلام ده لما إيه؟ الاب ياخد ابنه ويتغيب ويهرب بيه. لا انا بقول لحضرتك هو اصلا قرارات المحكمة عن تسليم. طب هو ممكن يكون في حال لو في القانون الجديد لما يكون في استضافه يكون في منع السفر بالنسبه للطفل. طب واللي بيخطف بيتخطف جوه؟ اللي بيتخطف جوه. طب انا بقول ممكن ده يتحل بشرطه متخصص. ما الشرطه المتخصصه دي هتعمل نفس الامكانيات بنفس الامكانيات. ما لا اعتقد ان هي لما تكون في شرطه متخصصه. طب ايه الفكره بتاعت حضرتك؟ يعني شرطه تكون يعني متخصصه. شرطه متخصصه للقوانين اللي هتبقى تبع لتنفيذ قانون الاحوال الشخصيه. تبقى مختصه. حضرتك حضرتك بتجيب النفقه للزوج اللي ممكن يكون متهرب، بالنسبه للاستضافه بيبقى هو متابع، بيبقى فيه متابعه ووسيط. اعتقد انها ممكن يحل المشكله. بس لاحظ برضو ان كل الاجراءات دي انا بدور على الصغار. يعني برضه والله كلنا بندور على يعني الصغار. شرطه. انا كلامي كله برضه عشان الاطفال. لا انا قصدي شرطه وظباط وشكل اللي هو يعني اكيد اكيد هياثر على نفسيته مليون في الميه. يعني ما فيش فكره الاريحيه انه بيقابل والده او والدته بشكل طبيعي. يعني طب ما هقول لحضرتك على حاجه. هو في الاريحيه ان معلش يعني الاب يشوف ابنه او بنته ثلاث ساعات وفي مكان. لا طبعا. حضرتك شفت التقرير المكان بيبقى غير لائق. لا طبعا ده لا يليق. تعالى يا حبيبي اتفرج على بابا ثلاث ساعات. انا قناعتي الشخصيه انه ده لا يليق ابدا. ما ينفعش. احنا بنفكر في الحلول. وكده الاب هيربي ابنه ازاي؟ يعني مجرد ان هو يروح يشوفه كانه نزيل. وخلي بال حضرتك من حاجه، ان الام بتبقى قريبه لكن ساعات بتبقى البنت قريبه لباباها كمان بتتاثر نفسيا جدا. ودايما دايما يقول لك البنت حبيبه بابا. انا شفت بنات تبقى مرتبطه بباباها برضه. مرتبطه جدا جدا بباباها وبتقول لك ازاي هشوفه ثلاث ساعات بس وانا نفسيتي تعبان. انا شفت الكلام ده قدام عيني. اصل الكلام ده في مجتمعنا مش غريب علينا. القصص لا تنتهي، قصص كتيره جدا لا تنتهي. يعني الموضوع بصراحه فيه مأساة. وهي تقريبا في معظم الاحيان، وصحح لي برضه استاذ علي حتى من خلال اطلاعك واطلاعك برضه استاذ هيام، مساله بيكون الحاكم الامر الناهي فيها مساله العند وتصفيه خلافات. طبعا. صحيح. بيتهيألي يعني طبعا عشان فعلا. نكون واضحين وصراحه مع بعض واحنا بنحاول نحل المشكله يعني. طيب واضح انه المشكله دي هتكون ممتده معانا في اتمنى انها تنتهي وتخلص يعني. لكن اذا كان ليكم انتم تساعدونا في النهايه نخرج من هذه الحلقه اللي بندور فيها. طيب استاذ ميشيل حليم. طيب الاستاذ ميشيل عايز يتواصل معنا تقريبا بيشوفنا. المستشار ميشيل ابراهيم حليم المحامي بالنقد، اهلا بيك سعاده المستشار. حياتي يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. احنا لعل يعني لسه شايفين حضرتك في التقرير وكنت بتوضح انه مساله الرؤيه القانون لن يضبطها، فكرة انه الاب او طرف من الطرفين يعني ياخد الصغير ويهرب بيه. يا فندم هو بس انا كنت عايز ارد على الزميل اللي موجود مع حضرتك في الاستوديو ان استاذ علي صبري قررت المحكمة غالبا بتقضي بالغرامة، بس هو القانون قال الحبس او الغرامة، يعني المحكمة مخيرة بالحبس او الغرامة. ولكن لو المحكمة رأت تعنت وان في قصد من حرمان الام بذلك فتقضي بالحبس كتهديد، ويجوز ايضا للمحكمه ان هي تعدل حكم الحبس ده بعدين بالغرامه. تمام. لكن هو المحكمه لو رأت التعنت في ان في تعنت بقصد الحرمان اللي معمول طبعا القصد يعني ممكن يعني ممكن الولد يتاخر، تقصد حضرتك مثلا لظرف طارئ ما، لكن مش الهدف هو خطفه. بالظبط. هو مفيش حاجه، مفيش جريمه اسمها القطف بين الاب وابنه. صحيح. الوقاعه اسمها احتجاز. هو التوصيف يعني توصيف نفسه توصيف لا يليق. او امتناع عن تسليم طفل من له حق فيه، يعني الوصف الاصح هو الامتناع. طبعا. ولكن انا اللي عايز اقوله ان العقوبه الحبس وارده وموجوده، وفي احكام حبس اتخذت كتير. العقوبه الحبس او الغرامه، يعني المشرع ادى القاضي الحق في ان هو يميز في كل الحالات، مش بتبقى شبه بعضها، يعني الحبس او الغرامه.
وارد المحكمه تحكم بالحبس مش بالغرامه زي الزميل ما قال على طول، لا وارد المحكمه تحكم بالحبس قال الحبس او الغرامه. انا قلت كده يعني ما قلتش. طيب طالما حضرتك انضميت يعني السيد الزميل قال ان غالبا الغرامه لا، في حاله التعنت غالبا بيكون حكم الحبس تمام، ويجوز استبدال العقوبه بالغرامه. طيب انا كان قصدي اني اوضح، لو التقرير ما جابش الكلام كله، انا كان قصدي اني اوضح ان الموضوع توعوي في الاصل، يعني هو الموضوع في الاصل توعيه، يعني لان بيدفع الثمن ده الطفل نتيجه التعنت بين الاب والام، اللي بيدفع الثمن ده الطفل. طيب طالما حضرتك انضميت لينا سياده المستشار، طالما حضرتك انضميت لينا احنا ربما بنلملم اوراق الحوار يعني، ف للمخرج من وجهه نظر حضرتك يعني ايه بدايه الخطوه المفروض ناخدها عشان ننتهي من هذه الدائره المفرغه التي ندور فيها، بنحاول نحافظ على الصغار ونحافظ على استقرار المجتمع. فحضرتك شايف الشكل الامثل ايه؟ هل قانون الاحوال الشخصيه الجديد ولا ايه النقاط اللي حضرتك حابب تلفت النظر ليها طالما انضميت ليه؟ قانون الاحوال الشخصيه الجديد اصلا ما تعرضش للنقط دي كلها، ومتعرض لامرين، الجزء اللي يخص الرؤيه يعني الاصطحاب، والجزء الخاص الثاني بترتيب من الله والحق في الحضانه، هو دول امرين بس اللي متعرض لهم. طب الحل ايه من وجهه نظر حضرتك لكل هذه المشاكل؟ انا بس احنا وجدنا من احصائيات عملها اطباء نفسيين ان معظم الاطفال اللي بيبقى في حاله خلافات بالاب والام بالمنظر ده بتصل في النهايه الى ان هم اصبحوا مرضى نفسيين، يعني ان هم عندهم مش سويين. فلازم يبقى في توعيه قبل اللجوء للقانون. مكتب التسويه معمول بيه ولكن مش بشكل عملي كبير يعني، بس كتير يعني ناس كتير جدا انتقدت مكتب التسويه وانتقدت دوره يعني. بالظبط. فيعني المفروض يبقى في توعيه لمصلحه الفقير. القانون اللي معمول بيه حاليا هو في الاصل نص على مصلحه الفقير، يعني كل الاهداف اللي فيه بعض الناس بيتكلموا بها نقول هو معمول لمصلحه المراه، هو مش معمول لمصلحه المراه ولا حاجه، هو كان بينص في الاصل كان هدفه هو مصلحه الطفل الفقير. القانون الحالي القانون الحالي هو في الاصل قصده مصلحه الطفل، عشان كده هو مدي الحقوق اكثر للمراه، بس واقع الطفل مع امه. واقع الحال برضه ان مصلحه الطفل مش متحققه، يعني في التطبيق الفعلي على ارض الواقع برضه مصلحه الطفل مش متحققه. هو ده السبب في الغالب القائمين على تنفيذ القانون، القائمين على تنفيذ الاحكام. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا سعاده المستشار على انضمامك. جدا بعض الاحكام الخاصه بتحصيل النفقات زي احكام الحبس المتجمد، متجمد حكم الحبس او متجمد النفقات ما بيدركش في كمبيوتر الامن العام، يعني ممكن يظل الزوج هربان، ممكن بنلتجئ ونمنعه من السفر بامر وقتي بالمنع من السفر. تمام انا بشكرك شكرا جزيلا لانضمامك لينا في الدقائق الاخيره سعاده المستشار ميشيل ابراهيم حليم المحامي بالنقد. برضو جمله من حضرتكم الاستاذه لو تكرمتوا، ايه الحل؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا لو عدلنا قانون الاحوال الشخصيه ده 100 مره كمان مش هيحل مشكله بنسبه 90%، دي مشكله اجتماعيه لازم تحل من داخل المجتمع، يعني لازم احنا كطرفين هننفصل، لازم ننصر لمصلحه الطفل، نشوف هو ايه اللي افيد له، ايه اللي انفع له. عشان كده احنا ما بنيجي نقول دلوقتي مثلا مصلحه الطفل، خلاص احنا اتفرض علينا ان احنا نختار ما بين اب وام، فبنشوف هل مصلحه الطفل ده ان هو ما ياكلش ولا يشربش ولا ما يتعلمش. هو ليه تخيروا بين اب وام؟ لا احنا في حاله الخلاف خلاص، يعني ده الاثنين دخلوا في خلاف، ما انا قصدي خلاص الانفصال هيتم، وده ده رب ده العزه سبحانه وتعالى المدية. رب العزه اقره صح، يعني قبله او يعني ارتضاه في حالات كثيره لحلول ربما النفس البشريه لازم يتم انفصال. ليه الطفل يخير بين اب وام؟ لا ما بكلمش هو يخير، احنا بنتكلم هو القانون دلوقتي طالما اثنين اختلفوا فخلاص احنا عندنا مشكله ان لازم هنشوف مصلحه الطفل مع مين ويبقى هو الاحق بيه. هل من مصلحه الطفل ان هو ينزع من حضانه امه بقوه جبريه حتى لو بالصدفه عشان الاب يشوفه؟ لا طبعا مش من مصلحته كده. هل من مصلحه الطفل ان هو ما ياكلش وما يشربش وما يتعلمش؟ محدش يختلف ابدا انه يعني الطفل بيحتاج امه في مراحل طفولته الاولانيه. بالظبط احنا طبعا نفسنا ان الاستضافه تتم بطرق وديه وان الدنيا تبقى ماشيه كويسه ومن غير لا خلافات ولا محكمه اسره ولا اي حاجه، بس اتحطينا في وضع ان احنا لازم نختار، فبناء على كده بنشوف انهي الافضل للطفل. في الحالتين هو سيء للطفل، لكن بنشوف الاحسن يعني له ايه. انت حضرتك هنا بتراهن على وعي مجتمعي، ده ممكن طبعا ده اساس الموضوع ده السلوك. ربنا يديك الصحه وطول العمر بقى يا رب علي. يا رب على ما نوصل المرحله دي والناس تفهم انه في امانه بين ايديها رب العزه هيسالهم عليها يوم الدين. يعني في نقطه عايزه برضو اتفرج ليها، موضوع النفقه، النفقه متدنيه جدا بتوصل ده احيان كتيره جدا ل 300 جنيه لغايه 300 جنيه
انا هو بس لان الوقت خلص انا عايز الحل من وجهه نظر الحل طبعا بس كلام عن النفقه والكلام ده كله انا اسف ان احنا توعوي لازم نوعي الناس. انا كنت شفت اتفرجت على حلقه امبارح وشفت حمله موده يا ريت الحملات دي تكتر وتبقى يعني نعمل حاجه للمخطوبين ليه لا المقبلين على الزواج. كلمه دكتوره اميه امبارح قالت انه نفس القصه دي بدات تمام. في ماليزيا نزلت بنسب الطلاق من تقريبا 37% نزلت ل 7%. لو عملنا ده للشباب اللي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في حياتها وعرفت ان في حملات والحملات دي بتجيب فعلا نتيجه، فعلا جابت نتيجه زي ما حضرتك قلت في ماليزيا، ليه ما نعملهاش هنا في مصر وتطبق؟ ممكن. لان الموضوع هو التوعيه. حضرتك برضو على الوعي او التوعيه. طبعا ده اهم حاجه طبعا. انا بشكركم شكرا جزيلا. الحوار المجتمعي ده مهم جدا. بشكركم وان شاء الله نلتقيكم مره ثانيه، سعداء بوجود حضراتكم معانا. شكرا. استاذ علي صبري المحامي شكرا جزيلا لك استاذ علي. خلص شكرا لك يا الاستاذه الصحفيه هيام محي الدين الكاتبه في مجال حقوق المراه شكرا جزيلا لك. نخرج الى فاصل مشاهدينا وفقره حواريه اخرى في حلقه الليله، ارجو ان تبقوا معنا. اهلا بكم مجددا في فقرتنا الحواريه الثانيه. قبل ان نبدا بها مهم جدا ان انا يعني اشير لحضراتكم انه في واحد من الاخبار العاجله المهمه التي نتابعها الان، مصرع ارهابي في ضربه استباقيه واستشهاد اميني شرطه بالضرب الاحمر. تفاصيل هذا الخبر طبقا لما اعلنته وزاره الداخليه منذ قليل انه في اطار جهود وزاره الداخليه للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية صنع لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من شهر فبراير الحالي، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالبحر الأحمر بالدرب الأحمر معذرة. قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه وسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، فضلا عن إصابة 2 من الضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام. تفاصيل أكثر حول هذا الخبر العاجل نتعرف عليها من ضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. أهلا بك أستاذ محمود. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم. اذا كان عند حضرتك بعض التفاصيل يعني تطلع مشاهدينا الكرام عنها بالاضافه لما اشرت اليه في سياق هذا الخبر. يعني يا فندم زي ما قلت حضرتك كان يوم الجمعه كان في محاوله فاشله من قبل احد العناصر الارهابيه بالقاء عبوه ناسفه في محيط مسجد الاستقامه، وكان هذا العنصر كان توجه الى منطقه وسط البلد او منطقه الضرب الاحمر، واجهزه الامن قدرت انها تتتبعه وتحدد مكانه الجغرافي وافادت ماموريه امنيه لاستهدافه. واثناء محاصره هذا الارهابي وملاحقته انفجرت احدى العبوات الناسفه اللي كانت معاه، وده ادى الى مصرع هذا الارهابي واستشهاد 2 من امناء الشرطه واصابه 2 من في تفاصيل اكثر يا استاذ محمود عن هذا الارهابي. يعني انتوا يمكن في اليوم السابع انتوا في الموقع بتاعكم حاطين صوره ليه وهو يعني بيركب دراجه تقريبا او حاجات زي كده. بالفعل دي كاميرا كانت موجوده في الشارع اكيد، او كاميرا ده رفض من احدى الكاميرات الموجوده في الشارع اللي بترصد هو الارهابي وهو بيتحرك على دراجه. الصوره دي هوائيه، الصوره دي واضح اتاخدت يوم الجمعه يعني بعد العمليه اللي حاول ينفذها يوم الجمعه، ولا مش معروف توقيتها؟ لا مش معروف توقيتها تحديدا، لكن واضح ان هو شاب في الثلاثينات من العمر، يعني من 30 الى 40 سنه تقريبا عمره. والاجهزه الامنيه الان تحفظت على اشلاء هذا الانتحاري طالب هو بيدرس ولا ايه؟ تفاصيل اكتر عنه. ما بقول حضرتك يعني هو حاليا بيتم من قبل المساعدات الفنيه بوزاره الداخليه بالحصول على عينات منه لتحديد هويه هذا الشخص ومعرفه معلومات كافيه عنه. تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود على مشاركتك معنا. الاستاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. طبعا واحد من الاخبار المهمه، واعتقد ان شاء الله يكون لي برضو مساحه في متابعتنا لاحقا ان شاء الله.
فقرتنا الحوارية الثانية كما أشرنا في بداية هذه الحلقة بتتحدث عن واحدة من مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي. دكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أعلنت عن توقيع بروتوكول تعاون بين البنك بنك ناصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ وتمويل وإدارة برامج التدريب التوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان وظيفة تك، بهدف تدريب الشباب في العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك أيضا في إطار حرص البنك بنك ناصر الاجتماعي على المساهمة في توفير فرص عمل للشباب. تفاصيل أكثر عن هذا البروتوكول وعن مشروع تيك كيف يساهم في تأهيل أو إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب نتعرف عليها من ضيفي الكريم الذي أدعوكم للترحيب به في بداية هذا الحوار، الأستاذ أحمد رميش عضو المكتب الفني لرئيس بنك ناصر الاجتماعي. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. معذرة إذا كنا تأخرنا عليك، لكن معلش هو في سياق بس متابعة الأخبار. لا فيش مشكلة. إذا ما بدأنا بالفكرة البروتوكول، يعني تفاصيل أكثر عنها لو حابب حضرتك تعرضها أكثر للمشاهدين. هو في الحقيقة في البداية كان البروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التضامن، وزارة الاتصالات ممثلة في معهد قومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي، كانت الفكرة إعداد الكوادر الشبابية مؤهلة تقدر ان هي تشتغل في الفرص الوظيفية المتاحة، لان كان في دايما فجوة بين الخريجين اللي بيبحثوا عن عمل ومش عارفين يوفقهم وبين الفرص الوظيفية اللي في الشركات، وفي نفس الوقت بتتطلب مهارات محددة من الخريجين بتبقى مش متوفرة فيهم. فكانت الفكرة ان احنا نحاول نشبع الفجوة دي بان احنا نوفر للشباب الخريج التدريب الكافي المرتبط بالوظيفة اللي هو هيشتغل فيها أو مرشح لها. وتكلفة التدريب ده هو طبعا بيبقى كورس مكثف مدته 3 شهور ما بيتحملهاش المتدرب إلا بعد ما بيستلم شغله فعلا. فهو بيتدرب وبيبقى ضامن الوظيفة بعد ما بيخلص تدريب في إطار اللي بنسميه التدريب التوظيفي. طب عنوان وظيفتك يعني بيختزل إيه أو إيه المعاني اللي ممكن نفهمها منه؟ هو المسمى وظيفة تك بيحمل معنى التكنولوجي أو تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للبرامج المتاحة كلها تخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي نفس الوقت كان المقصود منه وظيفتك يعني تدي نفس المعنيين عشان كده المسمى كان وظيفة تك. طب هنا وزارة الاتصالات مشكورة هي اللي قدمت كل الفرص دي؟ وزارة الاتصالات هي اللي بتنسق مع الشركات اللي بتعرض الفرص الوظيفية بتاعتها. بس الفرص كلها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دي هيكون ايه يعني كل خريج الهندسة مثلا ولا؟ لا مش كله، يعني حسب الشركات، وفي 7 شركات مساهمة في المشروع. كل شركة ليها ضوابط. قطاع خاص ولا؟ قطاع خاص كلهم. كل شركة بقى ليها متطلبات معينة، في بيطلب خريجين هندسة، في خريجين حاسبات، في خريجين تجارة. كل شركة على حسب الوظيفة المتاحة عندها أو عدد من الوظائف المتاح بالنسبة للشركة دي. بيقدر الخريج إنه يدخل على الموقع ويشوف متطلبات كل شركة ويقدم في الشركة اللي بتتناسب معاه. المسألة ما فيهاش واسطة ولا محسوبية؟ لا خالص، هي كله من على السايت بتاع وزارة الاتصالات. بيقدر يدخل يشوف كل الوظائف المتاحة وبيبدأ يعمل المقابلات مع الشركات اللي هو ممكن يقدم فيها، ويقدر يقدم في أكتر من شركة وبيكون ضامن الوظيفة بتاعته. هنا البنك هو اللي بيتحمل تكلفة التدريب أو التأهيل للشباب للوظيفة؟ البنك بيمول التدريب، تكلفة التدريب، وبيحصل الاقساط من المتدرب بعد ما بيستلم شغله. يعني من مرتبه. ما بتدفعوش حاجة مجانا يعني؟ لا هو مجانا، ان احنا مش بناخد اي فوائد خالص، قرض حسن وميسر بدون اي فايدة نهائيا وبدون اي مصروفات ادارية حتى. والمصروفات التأمينية والبنكية بتتحملها وزارة الاتصالات عن المتدرب، فالمتدرب مش بيدفع اي مبلغ اكتر من تكلفة التدريب. انت هنا حضرتك بتدربه بعد ما خلاص ينجح في الفرصة العمل دي ولا قبل ما يعني يتقدم او اثناء تقدمه؟ لا هو التقديم بيبقى على مرحلتين، هو في الاول بيتقدم عن طريق الموقع زي ما قلت لحضرتك للوظيفة المناسبة ليه. الشركة بتعمل معاه مقابلة وبتتأكد من قدرته على شغل الوظيفة. تمام.
او يبقى يكون مرشح ليها طبعا. وبتقول التدريب اللي هو محتاجه علشان يبدا في التشغيل عندهم بتبقى الكورس الفلاني بتكلفه قد كذا. التكلفه بتقف في حدود من 20,000 ل 40,000. يا للدرجه دي بيكون الكورس مهم؟ اه، لان هي الكورسات متخصصه في المجالات. طب معنى كده انه خريجينا ما خدوش ما يؤهلهم في الجامعات؟ ده سؤال على الهامش يعني. ان هو يشتغل في سوق العمل مباشره؟ لا، هو طبعا ما خدوا ما يؤهلهم، لكن الدراسه الاكاديميه بتختلف عن الشغل الفعلي وعن الدراسه الفعليه. فبالتالي هو دي الفجوه اللي كنت بكلم حضرتك فيها، ان خريج الجامعه بيبقى عنده الاساسيات لكن بيحتاج بعض التدريب علشان يقدر يشتغل فعلا في وظيفه مناسبه. وبالتالي الشركات دي بتحط حد ادنى للمرتب، يعني هو بيبقى عارف ان مرتبه ليه حد ادنى مش هيقل عنه. بيوصل في بعض الوظائف ل 10,000 جنيه حد ادنى للمرتب. طب عدد فرص العمل المتوفره حضرتك عندك خبر؟ احنا في المرحله الاولى كنا بنستهدف 1500 فرصه، والمرحله الثانيه 1500 فرصه برضو بمحفظه اجماليه 100 مليون جنيه. يعني 3,000 فرصه عمل ان شاء الله. انا تخيلت ان الرقم ممكن يكون اكبر من كده، بس كويس يعني، هي برضو مجالات للشباب. هو البرنامج بيهدف للاستمراريه، فاحنا يعني باذن الله بعد ما نخلص المرحله دي هنبدا اكيد نتوسع، وممكن ندي طبعا الفرصه لوظائف اكتر، وممكن كمان وزارات تانية يعني. عند التجربه مع وزاره الاتصالات ممكن يتم استنساخها مع وزارات تانية ممكن تكون معنيه برضو، التربيه والتعليم ممكن، على امتداد كل الوزارات كل المجالات. اكيد هي بتبقى يعني فكره او مبادره يعني انطلقت من وزاره الاتصالات ووزاره التضامن، واي وزاره اخرى او اي طرف يحب ان هو يشارك او ان احنا نتوسع في المشروع، فاكيد ده هنكون مرحبين بيه. مره ثانيه، انتوا ما فيش اي ربحيه بتحققوها؟ لا نهائي خالص. طيب التدريب الفعلي بقى، الجانب الفني، انتوا معنيين بيه ولا انتوا بتصرفوا بس؟ الجانب الفني بتتولاه بعد قوام الاتصالات والبنك والجانب التمويلي، فبنكمل بعض. يعني وزاره الاتصالات ولا الشركه نفسها اللي هي طلبت الوظيفه؟ لا، الجانب التنسيق مع المعهد القومي للاتصالات هو اللي بينصر. لا، انا قصدي مثلا دلوقتي هنفرض فرض جدلي انه في مهندس خلاص نجح في فرصه العمل دي، والشركه طلبت ان هو يكون على مستوى ترشح لفرصه عمل مش نجح، هو ترشح، الشركه رشحته ان هو انا الشخص ده او المهندس ده بيحتاج الدوره التدريبيه الفلانيه علشان يشتغل عندي في وظيفه موجوده. الشركه بقى هتجيب له المهندسين اللي دربوه او الخبراء اللي دربوه. ايوه، وانت تحاسب الشركه بالظبط، او البنك هيحاسب الشركه. البنك بيحاسب الشركه على تكلفه التدريب ويبدا يخصم من المتدرب من مرتبه بعد ما بيستلم الشغل. الفكره دي يعني ما فيش اي معوقات امامها لحد دلوقتي ولا لا؟ احنا بادئين من شهرين تقريبا، والحمد لله لغايه دلوقتي يعني في اكتر من 150 حاله بداوا في التدريب فعلا، وما عندناش اي مشكله لغايه دلوقتي الحمد لله. الرد فعل للشباب ايه يعني اللي حضروا او شاركوا في الدورات دي؟ انتوا طبعا هم كانوا معنيين بان انتوا تقيسوا ارائهم او استطاعوا؟ طبعا تواصلنا مع معظم الناس اللي تقدمت عشان نقيس لو في اي مشكله او في اي عقبات واجهتهم بنحاول نسهلها لهم، فالحمد لله لغايه دلوقتي ما فيش اي مشكله، والناس بداوا في التدريب ومبسوطين طبعا، لان هو اولا هيؤهل لنفسه وكفاءته هتعلى، وفي نفس الوقت هيضمن الوظيفه اللي يشتغل فيها، والتكلفه بالنسبه له مش هتبقى عاليه، لان هو مش مطالب انه يدفع قيمه التكلفه كلها مره واحده، ده احنا بنقسطها لمده 3 سنين. تمام. والقسط في نفس الوقت مش بيزيد عن 20% من دخله، خصوصا حضرتك كمان اشرت ان دخله هيكون عالي، يعني المرتب هيكون يتحمل فكره الاقساط دي. طيب انا استاذن حضرتك في الخروج الى فاصل قصير جدا وارجع لحضرتك حالا. فاصل مشاهدينا ونعود اليكم بعد قليل. اهلا بكم مجددا، والحديث يتواصل مع ضيف الكريم الاستاذ احمد رميش عضو المكتب الفني لرئيس بنك ناصر الاجتماعي حول هذه الفكره او هذه المبادره من بنك ناصر الاجتماعي مساهمه في دعم الشباب في الحصول او تاهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبه، خاصه انه ربما متطلبات سوق العمل في الفتره الحاليه بيكون هناك شروط ربما لا تكون متوفره بشكل كامل في الخريج. وجد تحيه ليك مره ثانيه يا استاذ احمد. للشاب اذا ما اراد ان يمر بهذه التجربه، هل في مثلا مستندات معينه لازم يقدمها للبنك او ما شابه؟ احنا اللي بنطلبه في البنك خطاب الترشيح الصادر من المعهد القومي للاتصالات،
الخطاب بيفيد اسم المتدرب وتكلفة البرنامج المرشح ليه والشركة اللي هتقوم بتدريبه وتكلفة، وبالتالي احنا بنبدأ على طول نستخرج له خطاب بالبدء في التدريب انه يبدأ يتدرب، بيستوفي بعض الضمانات عندنا وبيديله الخطاب على طول يبدأ في التدريب بتاعه، ومش بنطالبه بأي أقساط زي ما قلت لحضرتك إلا بعد ما بيستلم الشغل فعلا وبيقر عندنا في البنك بأن هو يعني خلص التدريب بتاعه وفعلا الشركة وفرت له الوظيفة المتفق عليها، فنبدأ نحصل منه الأقساط من الشهر الثاني. التكلفة كل الكورسات بتتراوح بين الرقم ده 20,000 جنيه أو أكتر؟ من 20,000 ل 40,000 حسب نوع الدورة التدريبية اللي هو محتاجها وحسب الشركة اللي هو مرشح ليها. لكن انتوا ما عندكمش مانع في انه لو دورات اكتر من كده ما فيش مشاكل؟ لا ما عندناش مشكلة. احنا بنلتزم بتكلفة الدورة التدريبية اللي هو مرشح ليها واللي صادر بها خطاب من المعهد القومي للاتصالات. هو بيحدد نوعها وبيحدد تكلفتها. هو الاول بيتقدم عن طريق الموقع الالكتروني للمعهد القومي للاتصالات. بيدخل على التنمية البشرية وبعدين في عنده عنوان وظيفتك. بيلاقي قدامه كل الشركات اللي مساهمه في في البرنامج. نعم. بيشوف الشركه اللي بتتناسب مع قدراته ومع مؤهلاته بيقدم فيها. الشركات دي بتعمل لهم اختبارات وبتعمل مقابلات معهم وبترشحه للوظيفه المناسبه لقدراته والدوره التدريبيه المرشح ليها. تمام. وبالتالي بيبدا من هنا الاجراءات معنا. انت حضرتك قلت ان انتوا بداتوا مرحله اولى. بدأنا المرحلة الأولى ل 1500 وفي مرحلة تانية 1500 تانية بمحفظة 50 مليون جنيه والمرحلة التانية ب 50 مليون جنيه. فهمت من حضرتك إنه حوالي 150 متدرب دلوقتي، بمعنى إنه 150 فرصة من ال 3000 خلاص تم شغله. بالظبط. بمعنى إنه لسه في فرص، لسه في فرص كتير. احنا لسه بادئين المشروع من شهرين أو أقل. اللي جالنا لغايه دلوقتي ال 150 خريج، احنا بدانا في تدريبهم فعلا او اديناهم خطابات يعني البدء في التدريب، واللي باب مفتوح لاي حد عايز يتقدم. طب انت بنرحب بيه طبعا. حضرتك عارف انه الحصول على فرصه عمل دلوقتي طبعا يعني مطمح لكل شاب دلوقتي ان هو طبعا يجد موطئ للقدم. فاللي بيتابع حضرتك دلوقتي وعايز يكون ليه فرصه عمل، هل مره تانية يعني خريجين معينين اللي هم يبداوا يتفاعلوا مع الموقع ولا الشرط الوحيد للخريج ان هو يكون خريج جامعي؟ طبعا معظم الوظائف خاصه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي بيقبلهم خريجين الهندسه والحاسبات والاتصالات والتجاره. واي حد يعني التفاصيل دي يعرفها منين؟ ما انا بقول لحضرتك هو يقدر يدخل على الموقع الالكتروني للمعهد القومي للاتصالات. المعهد القومي بعد كده بيدخل على حاجه اسمها التنميه البشريه في صفحة الموقع، بعد كده الوظيفة تك، هيلاقي كل الشركات اللي مشاركة في المبادرة واشتراطات كل شركة والوظائف المتاحة عندها والدورات التدريبية اللي هي بتقدمها وتكلفتها ايه بالظبط والحد الأدنى للراتب لكل وظيفة. يبدأ يتفاعل معاها ويبدأ يتواصل مع كل شركة. بيبدأ اونلاين يدخل البيانات بتاعته. بعد كده الشركات بتبعت لهم ان هم يعملوا سي في مثلا او حاجات زي كده، بتطلب بياناته والمؤهل الدراسي بتاعه وسنة التخرج والتقدير وكل البيانات اللي تخص المتدرب، وبعد كده هم بيبدأوا يقابلوا الناس اللي مقدمين وبيرشحوهم للوظائف اللي عندهم. بنسبة كبيرة جدا زي ما حضرتك قلت انه خريجي هندسة، خريجي تجارة، وخريجي كليات الحاسبات والاتصالات. دي بنسبه كبيره جدا ممكن تكون الفرصه بالنسبه لهم افضل من غير التخصصات. لان المبادره خاصه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فلازم تكون يعني لها صله بالدراسه. النقطه الثانيه انا حابب حضرتك تاكد عليها، فكره انه الخصم ما بيتمش الا بعد استلام العمل. يعني هو المتدرب او الخريج مش بيدفع اي تكلفه الا بعد ما بيخلص التدريب بتاعه وبيستلم الشغل او الوظيفه المرشح ليها، وبيجي لي خطاب يفيد ان هو استلم العمل في الشركه وهو بيقر عندي ان هو استلم فعلا العمل، ابدا انا اخصم الاقساط من الشهر اللي بعده. لكن هو بياخد التدريب بتاعه وبيخلص كل الاجراءات بتاعته لغايه ما بيستلم الوظيفه بدون ما يدفع اي اقساط او اي التزامات عليه. لكن في حالة برضو فرضية جدلية يعني انه لم يوفق في الدورة التدريبية او فشل فيها، تكلفتها مين اللي بيحاسب على الدورة؟ لا هو مش مسألة لم يوفق، هو لو لم يلتزم
هو إذن هيبقى ملزم بالإقساط لو هو اللي تخاذل. يعني مثلا حد بدأ في التدريب وبعد كده ساب التدريب أو ما التزمش بالحضور أو جاله أي فرصة تانية فساب التدريب. في الحالة دي هو ملزم بيه. لكن هو لو التزم بالتدريب هو الشركة من الأول هي اللي قايمة على تدريبه وهي اللي عملت له مقابلة في الأول فالشركة ملزمة أنها تشغله. عشان كده احنا بنخلي المقابلات في الأول. فالشركة فعلا قابلت الخريج دوت وعملت له مقابلة شخصية وشافت إمكانياته وأقرت بأن الراجل ده هيبقى مناسب للوظيفة اللي عندها. فعلى الأقل يعني أنه مؤهل بنسبة كبيرة جدا أنه يجتاز الدورة. هو مؤهل، هو بس مجرد يعني بيعمل له تحويل أنه هو يعلي كفاءته أنه يقدر يشغل الوظيفة، لكن مش هيجي بعد كده يقول لا مش هينفع. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا تحية خاصة لبنك ناصر الاجتماع، أنه هو طبعا مرة تانية حضرتك قلت أنه ما فيش أي شكل من أشكال الربحية، فلابد ان احنا نحييكم على مشاركتكم بهذا الشكل في خدمه الشباب. الاستاذ احمد رميش عضو المكتب الفني لرئيس بنك ناصر الاجتماعي، اشكرك شكرا جزيلا. وارجو من حضرتك ان تبقى يعني قليلا لانه احنا مستمرين مع حضراتكم في متابعه هذا الخبر العاجل الذي تابعناه منذ قليل. واذكر حضراتكم انه في اطار جهود وزاره الداخليه للبحث عن مرتكب واقعه القاء عبوه بدائيه لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من شهر فبراير الحالي، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر. قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه. انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة 2 ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وكذلك أحد ضباط الأمن العام. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا بك سياده اللواء. اهلا بك يا احمد بيه. لعلنا اشرنا سريعا لبعض المعلومات اللي توفرت عندنا، واعتقد ان حضرتك عندك معلومات اكثر يا سياده اللواء فيما يتعلق بهذه الواقعه، ارجو ان حضرتك تطلع الناس على بعض التفاصيل المرتبطه بها. هو يعني مبدئيا كده بس احنا بنعزي اسره الشرطه وبنعزي اسر الشهداء وبنعزي نفسينا في خيره ابناء رجالنا من الشرطة ومن القوات المسلحة اللي بيضحوا بأرواحهم كل يوم في سبيل فداء الوطن العزيز. نعم. يوم الجمعة كان طبعا كلنا تابعنا المشهد بتاع العبوة المحلية اللي اتحدثت على مسجد الاستقامة وتسببت في بعض الوفيات وبعض الإصابات، ومن ساعتها أجهزة المعلومات بتعمل في دأب مستمر لتحديد شخصية مرتكب الحادث وصولا الى ضبطه لمنعه من تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا واراقه المزيد من الدماء مستقبلا الى ان تم الوصول الى تحديد شخصيته وتحديد الاماكن التي يتردد عليها لانه كان بيغير اماكنه على الدوام. توجهت النهارده مأموريه على اعلى مستوى من العمليات الخاصه والامن العام والامن المركزي وامن الدوله طبعا وامن القاهره الى مكانه، ونظرا لان الشوارع والأزقة والحواري اللي في الدرب الأحمر خلف مسجد الأزهر ضيقة جدا لم تتمكن القوات من الانتشار الجيد، لأن ضيق المساحة والمكان أجبرت القوات أنها تتواجد كلها في مساحة ضيقة لضبط المتهم الخطير اللي ما أن شعر باقتراب القوات وحضر أبوه نسفة وحاول أنه يحدفها على القوات وانفجرت فيه من حوله من القوات الذين كانوا يعني يبغون الوصول اليه سليما حتى يمكن استجوابه. استشهد 2 من الافراد وفي 2 من الضباط اصاباتهم خطيره، ندعو الله ان هو يمن عليهم بالشفاء. وده قدر ابنائنا في القوات المسلحه وفي الشرطه، نحن كل يوم بنقدم ضحايا وبنقدم دماء في سبيل الحفاظ على امن واستقرار مصرنا الغاليه. لكن هذا الارهابي يا سياده اللواء ما فيش اي معلومات عنه، هل هو مصري؟ هل يعني مصري؟ جنسيته؟ سنه؟ تفاصيل مصري اكثر. مصري يعتنق الافكار التكفيريه، ويعني في كلام كبير جدا جدا على ان هو من يعني كلام سابي الاوان، ولكن في مؤشرات بتقول ان هو تبع تنظيم الاخوان المجرمين. لكن هو مصري مصري مصري. طب انا هستاذن حضرتك بس اشير لانه وزيره الصحه دكتور هاله زايد ومحافظ القاهره سياده اللواء خالد عبد العال تفقدوا مكان الحادث، تفقد مكان الحادث وقام بزياره المصابين في المستشفى خالص، دعواتنا ليهم
بالشفاء العاجل. هم متواجدين دلوقتي في مستشفى الحسين. وأعود ليك سيادة اللواء مرة تانية. هو بس عشان الناس ما تتسألش أين مدير أمن القاهرة، إن محافظ القاهرة والسيدة وزيرة الصحة اللي بتتفقده هو مدير أمن القاهرة، وراه عمل شق وجهد كبير جدا في منطقة الحادثة وفي اجتماعه مع القيادات والضباط اللي بيتابعوا وصولا إلى تحديد الخلية التي ينتمي إليها هذا الإرهابي. أشكرك على هذه الإشارة، وهو يقينا طبعا مفهوم أنه هو طبعا مش هيتأخر، أنه هو طبعا يتفقد، أكيد هو أول الذين تفقدوا موقع الحادث أو تابعوا للتفاصيل يعني. لكن أنا معلش سامحنا أنا هلح عليك في السؤال ده، إذا كان عندك معلومات أكتر أو تفاصيل أكتر حول هذا الإرهابي، لعله يعني تتكشف بعض الحقائق أو الأمور بالنسبة للناس. وأنا دلوقتي أن احنا نصرح بأكتر من كده علشان خاطر في عمل على ضبط باقي الخلايا الإرهابية اللي من الممكن ان نستفيده من المعلومات اللي ممكن نقولها. فهو حاليا في تعد عده مأموريات بالضبط باقي افراد الخلايا التي ينتمي اليها هذا الارهابي. عظيم. طيب في سياق تحليل حضرتك لمجمل المشهد يا سياده اللواء، يعني راي حضرتك في اجمالي ما جرى، شايفه في اي سياق؟ يعني اذا كان حضرتك حابب تربطه بتطورات يوم سياسيه ما اتفضل، وسواء عند مسجد الاستقامه او في العريش، ده يبين لك حقد التنظيمات الإرهابية على مكانة مصر المرموقة التي أخذتها في اجتماع الأمن ومكافحة الإرهاب في أوروبا، وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيمثل مصر وبيمثل وباعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي مع رئيس الاتحاد الأوروبي مع الدولة المضيفة ألمانيا، وكانت كل الأنظار تتجه بكل الاحترام والتقدير للتجربة المصرية في مكافحة الإرهاب خلال 8 سنوات منفردة بل وحدها. وأشار الرئيس أنه هو برضو مصر بتحتضن حوالي 5 مليون لاجئ من دول النزاعات اللي حوالينا كلها في المنطقة، دون أن تمن على أحد ودون أن تضعهم في مخيمات أو في كومباوندات لوحديهم، اندمجوا في وسط المواطنين المصريين. وأشار برضو قبل كده إلى أن مصر من 100 سنة كانت استضافت مذبحة الأرمن الهاربين من مذابح الأرمن في تركيا. يبدو أن هذا استفز برضو القائمين على تمويل الإرهاب من سواء من النظام التركي أو القطري، وبدأوا يردوا على هذه النجاحات وهذه الانتصارات وهذه يعني المكانة. إجمالا حضرتك شايف أنه ما يجري له بعد سياسي أو له بالتأكيد. له خلفية سياسية بالأحداث بالأحداث الجارية حاليا، يعني كل الإرهابيين اللي بينفذوا هذه العمليات ما هم الا دمى في ايد في خيوط بتحركها السياسه العالميه والارهاب العالمي والمصالح والقوى العالميه الاخرى. عظيم. اخيرا انا فهمت ضمنيا من حديث حضرتك انه نتوقع الاعلان عن يعني ملاحقات اخرى او القبض على عناصر اخرى في القريب. ده حضرتك تتوقعه؟ طمن الناس كلها ان بالنسبه للخليه ده هو ان شاء الله في القريب العاجل جدا هيتم الوصول اليهم. وبالنسبه لحادث سينا، رجالنا ووحوشنا من القوات المسلحه تعمل على قدم وساق الان للصقر من دماء شهدائنا هناك، وهتسمعوا اخبار طيبه بكره وبعده بالكثير قوي عن باقي القوات اللي هجمت تمركزنا الامني للقوات المسلحه في العريش. خالص تعزينا لاسر الشهداء ونحسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء، ودعوتنا طبعا للمصابين انه ربنا يمن عليهم بالشفاء العاجل. خالص شكر لك سياده اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا جزيلا لك. في الختام مشاهدينا اشكركم وكل الدعوات، ربنا يحفظ مصر ان شاء الله، ويقينا عاجلا ام اجلا مصر ان شاء الله تنتصر على الارهاب باي حال من الاحوال، لانه التاريخ ابدا لم يقر انه جماعه مهما كانت ومهما كان لديها من القوه انها تنتصر على الدوله. كل الشكر لحضراتكم، وغدا بإذن الله حلقة جديدة معكم مع الناس. إلى اللقاء.